الإسماعيلي يواصل إهدار النقاط وفيوتشر على المنافسة ناوي. النهاردة الإسماعيلي ظهر بشكل أفضل من المباريات السابقة، بس برضه ما قدرش ياخد الثلاث نقاط من طلائع الجيش واكتفى بس بالتعادل. والداخلية حقق فوز مهم جدا على حرس الحدود يبعده عن مناطق الهبوط، وفيوتشر قدر يتخطى عقبة إنب الصعبة بفوز مثير جدا 3-2 في الدقائق الأخيرة. فيوتشر عمال يتسحب نحو الصدارة، وبصراحة عنده كل المقومات إنه ينافس. المهم إن الجهاز واللاعبين يبقوا مؤمنين إن هم يقدروا يوصلوا للصدارة، وشكلهم ناوي. يا أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من رقم 10. النهاردة كان في مباريات مثيرة جدا محليا وعالميا، تعالوا أقول لكم النتائج النهاردة، وبعد كده نتكلم تفصيلا عن اللي حصل في اليوم بالنسبة للرياضة وكرة القدم. النهاردة الداخلية فاز على حرس الحدود 1-0 في مواجهة كانت قوية جدا للفريقين، والإسماعيلي وطلائع الجيش تعادلا إيجابيا 1-1، وفيوتشر في مباراة مثيرة جدا قدر يفوز على إنبي 3-2. في السوبر الإيطالي النهاردة إنتر فاز على ميلان في ديربي الغضب 3-0 في مباراة السوبر. إنتر كان مسيطر على المباراة من الدقيقة الأولى للأخيرة، وميلان ما ظهرش فيها إطلاقا. يعني في الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة 7، مواجهة مؤجلة بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس. مانشستر يونايتد ما قدرش يحافظ على فوزه بهدف في الشوط الأول، وتعادل معاه كريستال بالاس بهدف آخر عشان تنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. ناخد مباراة مباراة ونبدأ بأكثر مباريات اليوم إثارة محليا. فيوتشر النهاردة فاز 3-2 على إنبي، هدف أول لمصطفى ديودار لإنبي في الدقيقة 37، وعرض لحضراتكم الأهداف كمان عشان تشوفوها معانا. هدف تقدم بيه إنبي اللي ماشي بشكل معقول جدا مع الكابتن طلعت يوسف على مستوى الأداء، ولسه النتائج فيها كلام. بعد كده المتألق واحد من أفضل لاعبي وسط الدوري الموسم الماضي والموسم الحالي محمد رضا بوبو تعادل لفيوتشر في الدقيقة 50 من ضربة جزاء. بعد كده عبد الكبير الوادي تقدم لفيوتشر في الدقيقة 61 بعد ما ضيع كورتين شبه كرة الهدف بالظبط، يعني قبلها على طول ضيع كورتين شبه كرة الهدف بالظبط وبعد كده سجل. إنبي بعد كده تعادل في الدقيقة 69 من ضربة جزاء سجلها علي فوزي، وبعد كده عمر السعيد سجل هدف الفوز لفيوتشر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عشان تنتهي المباراة المثيرة جدا لصالح فيوتشر. قبل ما اسيب فيوتشر عنده تشكيلة من اللاعبين رائعة جدا ممتازة تخليه ينافس على الصدر. عنده جهاز فني مستقر، واحد من أكتر المدربين اللي عاملين شغل في الدوري المصري بقالهم على الأقل 3 مواسم الكابتن علي ماهر عامل أداء رائع وكبير جدا. والميزة بجانب أن الكابتن علي ماهر نفسه مدرب محترم جدا أنه في استقرار منذ تواجد فيوتشر في الدوري، والكابتن علي ماهر معاهم وماشيين بشكل رائع جدا. على المستوى الإداري في استقرار في الجهاز الفني، في استقرار في اللاعبين، في مشروع حقيقي. يعني ايه مشروع حقيقي؟ ودي بس عايز اقف عندها للحظات بس. يعني ايه مشروع حقيقي؟ مشروع حقيقي انك تجيب مدرب على قد طموحاتك. طيب كابتن علي ماهر على قد طموحات فيوتشر ولا لا؟ هو مدرب نفسه طموح. هو مدرب طموح، يعني ايه؟ يعني دلوقتي نادي او فريق طموح ان انا هنا وعايز ابقى هنا، صح كده؟ فاجيب مدرب هنا وعايز يبقى هنا، مش انا هنا فاجيب مدرب من مدربين القمه فيجي لي وحاسس ان هو اكبر من الفريق ومن طموحات الفريق فما يقدرش ينجح مع الفريق. ركز بس في التفصيله ديت، انا عايز مدرب على قد طموحاتي، انا طموح وهو طموح. فالكابتن علي ماهر كان اختيار جيد وذكي من إدارة فيوتشر. ده على مستوى المدير الفني. على مستوى اللاعبين، أنا عايز احتياجاتي. يعني إيه؟ يعني برضو عايز اللعيبة اللي عندها طموح، مش اللعيبة اللي هي جيالي
ومخلصة كل الطموحات، يعني ان هي كبيرة خلاص، انا كده كده عملت بطولات وانجازات وانا لعيب كبير، فمش محتاج يعني انا هقعد لي سنة سنتين مع فيوتشر ومش محتاج، مش محتاج اكسب معاهم، مش محتاج اخد بطولة. لا، راح جاب لعيبة شباب، جاب لعيبة خبرات، جاب لعيبة اجانب كويسين جدا، حتى في عملية دخول اللاعبين او انضمام اللاعبين وخروج بعض اللاعبين معمولة بحساب جدا، لعيبة في المستوى اللي هو مستوى الطموحات. مرة أخرى أنا عايز حضرتك تفهم الكلمة، فكرة المشروع السليم. وبالمناسبة المشروع اللي بيعمله فيوتشر دلوقتي شبهه من كام سنة كان بيعمله مصر المقص قبل ما يهبط وقبل ما يخش في الأزمات المادية وخلافه، كان بيعمل زيه. أنا بجيب مدرب على قد طموحاتي، بجيب لاعبين على قد طموحاتي، أنا طموح أن أنا أوصل للقمة، فاللعيبة تبقى عندها نفس الطموح والمدرب عنده نفس الطموح، مش ناس جاية شبعانة من الآخر. عشان بس ما تقولش كريم عمال يقول كلام كبير، انا مش عايز ناس شبعانه، انا لو بعمل مشروع مش عايز ناس شبعانه، عايز ناس لسه عايزه عندها طموح. ففيوتشر حقيقي مشروع طموح. طب انا بقول الكلمتين دول ليه النهارده، ما قلتهمش قبل كده بالتفصيل ده؟ عشان فيوتشر دلوقتي قريب جدا من الصداره، فيوتشر في المركز الثاني وقادر انه ينافس على الصداره، قادر انه ينافس الاهلي، قادر انه ينافس الزمالك، قادر انه ينافس بيراميدز اللي بقاله سنه وسنتين بيلعب برضه في منافسه مع الاهلي والزمالك في الصداره. بس دلوقتي لا، من حق فيوتشر ياخد حقه زي ما الاهلي والزمالك بياخدوا حقهم، زي ما بيراميدز بياخد حقه. فيوتشر ياخد حقه بما انه من الفرق اللي خلت الدوري او المنافسه على الدوري حلوه. فده ياخد حقه قوي. ده ياخد حقه زي الاهلي والزمالك. وبيراميدز عشان بيراميدز المثال اللي فاتت واللي قبلها واخد حقه برضه في الحديث، كونهم بقى دلوقتي انا بتحدث عن فيوتشر وبيراميدز ان هم خلوا للمنافسه طعم. احنا دايما بنشوف اهلي وزمالك وشكرا. دلوقتي لا، فيوتشر فريق مشروع حقيقي، ركز في الكلمه، مشروع حقيقي طموح. طموح على المستوى الجهاز الفني، عنده جهاز فني طموح مش جاي شبعان، لسه عايز يكبر اكتر ويحقق انجازات اكتر. طموح على مستوى اللاعبين، اللي انت مش جايب لاعبين اللي هو ايه، انا جاي يا عم انا شبعان، انا مش محتاج بطولات ولا انجازات ولا اعمل ترتيب ولا الكلام ده كله. لا، فيوتشر جايب لاعبين لسه عايزين كتير، فتحس ان المشروع كله طموح. عشان كده بقول لك لو انت فكرك ان فيوتشر يعني بيخبط في الصداره كده او في المنافسه على الصداره وهيبعد تاني تبقى غلطان. هو بيتسحب بس عنده كل مقومات النجاح كلها، إدارة وجهاز فني ولاعبين. معايا عبر الهاتف الآن كابتننا الكبير، واحد من المنظومة الناجحة دي جدا، واحد من أسباب النجاح في المنظومة دي، كابتن الكبير كابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي فيوتشر. يا كابتن عبد الظاهر مشرف ومنور كالعادة. كريم ما تحرمش منك، شاكر جدا المقدمه الحلوه دي. اقل من حاجه يا كابتن عبد الظاهر. الله يخليك، ربنا يخليك. النهارده الفوز كان عسير وصعب جدا على انبي. ماتش صعب جدا طبعا، يعني ببارك للاداره طبعا وببارك للكابتن علي ماهر والجهاز بتاعه واللعيبه، فعلا تعبنا بشكل كبير الماتش النهارده. وانت زي ما ذكرت كده هي منظومة وكل واحد بيقدم دوره بشكل كبير، بيشتغل على أكمل وجه، يعني كله بيعمل شغله، وده الشيء المهم جدا ان انت اللعيب لعيب والإدارة إداري والفني فني والكابتن علي ماهر مدير فني، يعني كل واحد شغال في شغله الحمد لله. قادرين ان احنا نلعب ماتش بماتش على طول، ان خلاص تمام عرفنا الحمد لله نوصل، فده بشكل كبير عطت لنا يعني الحمد لله في الملعب بنبقى كويسين، فانا شايف ان احنا الحمد لله ماشيين لحد الان. طبعا الاصابات هي المشكله الحقيقيه اللي عندنا دلوقتي في بعض المباريات، لكن بحيي جدا جدا كل الناس اللي بتلعب مكان الناس المصابه، بتادي يعني بتدخل في الترس بسرعه وبتادي بشكل كويس. طبعا عايز احيي كابتن علي ماهر النهارده في اوضه اللبس، فعلا قدر ان هو يرجع اللعيبه وقدر ان هو يصمم على شخصيه الفرقه، وان احنا نلعب لعبنا وان احنا ننسى الشوط الاولاني خالص بشكل كبير جدا، والعب لعبك وشخصيتك ما تتنزلش عنها وانت هتبقى كويس. فعلا الكلام وفعلا طلع صح جدا. في حاجه النهارده يا كابتن عبد الظاهر وانا بتفرج على المباراه، بعد الهدف الثاني لفيوتشر كان عندك
فرصه عظيمه جدا انك تسجل الثالث والرابع مباشره. واضح جدا انه لسه في مشكله في اضاعه الفرص. انا شفت مباريات كتير لفيوتشر الموسم ده وفي اضاعه كثيره للفرص. والله دي اكنك قاعد معانا كريم في الاوضه يعني. وجد علي هيتجنن من القصه دي. يعني فعلا في كل ماتش بيتضيع فرص كتيره جدا طبعا. لكن الحمد لله انت في الاخر خلاص تاخد ثلاث نقط وده الشيء الاهم يعني. لكن هو فعلا كل ماتش حتى عنوان المحاضره بتاعته استغل كل فرصه تجيلك يعني. صحيح. طيب كابتن عبد الظاهر اتفضل اشتغل عليها. طيب من الحاجات المهمة جدا انا كنت لسه بتكلم فيها قبل ما حضرتك تدخل على طول ان فيوتشر ضحك علينا. بمعنى ايه؟ بمعنى انه عمال يتسحب في الصدارة وبشكل ذكي جدا وانتصارات صعبة جدا بيحققها، وفيوتشر عنده فعلا المنظومة السليمة اللي ممكن تخليه ينافس عمليا مش بس مجرد نظرين او كام يوم او كام اسبوع. هل بقى في فيوتشر جهاز فني ولاعبين مؤمنين بده، مؤمنين ان هم ممكن يوصلوا لاخر نقطة؟ طبعا انت هتحسب ان انا بشيل العين والحاجات دي، لكن الموضوع ده مش عندنا خالص. احنا طبعا احنا عندنا هدف ان احنا نكسب كل مباراه، وده الشيء الاهم يعني. ان انت لو ما كسبتش المباراه مش تقدر تنافس، مش تقدر تبقى موجود في المربع الذهبي، وده اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت، وده اللي احنا عايزين نحافظ عليه ان احنا نبقى في المربع الذهبي زي ما حققنا التارجت السنه اللي فاتت. الحكاية المنافسة والحاجات دي مش في دماغنا خالص. احنا بنشتغل ماتش بماتش ماتش بماتش يعني. الحمد لله السنة دي عندنا ميزة، وهي ان انت ازاي بتعرف تفصل. ان انت تكسب النهاردة، تعمل استشفاء بكرة، تنزل التمرين، بعدين معسكر، بعدين ماتش، كل تلات ايام اربع ايام ماتش. فده في حد ذاته لو انت انشغلت بالهدف الكبير تبقى مش هتعرف تحقق الهدف الصغير. فانت طالما انت ماشي الحمد لله في نجاح، انت بيوصل لك الهدف الكبير. لكن اللي احنا ننافس والكلام ده والله فعلا مش في دماغنا خالص. احنا ماشيين ماتش بماتش. يمكن الظروف خدمتنا في بعض الاحيان وبعض الماتشات اللي هي خلتنا في الحته دي، لكن عايز اقول لك ان كلمه منافسه دي عايزه تاريخ كبير. طبعا تاريخ كبير عشان تنافس اهلي وزمالك صعب يعني، موضوع صعب بشكل كبير يعني. طيب ده كابتن عبد الظاهر الساعه يا جماعه اللي انا بكلمه، واحد من اهم اللعيبه اللي لعبت لمنتخب مصر، واحد من اكتر اللعيبه اللي لعبت في اوروبا، فطبيعي دي تبقى العقليه. فعمره ما هيقول لي ان احنا بننافس. انا سيبنا اقول بقى الكلمتين دول يعني. سيبنا اقول كابتن. طيب اقول لك حاجه كريم يعني. انت عارف انت يعني ايه تبقى تنافس، او انت بتتكلم على انديه بقى لها 100 وشويه سنه عندها جمهور عريض جدا جدا جدا، الناديين الكبار. وانا دايما اقول لا، هو دايما الاهلي والزمالك بس هم اللي يقدروا يعملوا كده، هم اللي يقدروا ياخدوا الدوري. كان في بعض السنين الاسماعيلي، المحله، لكن بعض السنين، انما في الغالب او اللي بيبقى دايما موجود بيبقى الاهلي والزمالك. خلينا صرحه وخلينا دايما نبقى واقعيين في شغلنا وفي كلامنا. الموضوع مش سهل، الموضوع صعب جدا. اثنين، انت لسه لك 20 ماتش. صحيح. 20 ماتش بتتكلم في 60 نقطه. صحيح. فيعني لا، صعب جدا. بس هقول لحضرتك حاجه يا كابتن عبد الظاهر، فرصه ان احنا نفتح النقاش في هذا الامر. انه زمان، وحضرتك كنت بتلعب كمان مع المنصوره وفريق كبير ومحترم، انه زمان كان حجم الامكانيات كانت بتبقى دايما في الاهلي والزمالك بس. انا بتكلم على مستوى اللاعبين ومستوى الصرف. انت دلوقتي كفيوتشر او كبيراميدز او انديه كتير قوي فاركو، وفي انديه كتير في الدوري تقدر تشتري زيها زي الاهلي والزمالك، تقدر تجيب النجوم اللي هي عايزاها. بالعكس، ده ممكن تنافس الاهلي والزمالك على لاعبين. انت وانت لعيب انت عارف انه ده ما كانش يحصل في باقي الانديه، لكن دلوقتي زي ما بيقولوا كده ايه، الرؤوس قربت قوي، اتساوت شويه. معك طبعا، حتى ما كانش بتزعلنا غير ماتش الاهلي والزمالك في التلفزيون. صحيح. دلوقتي بقى كل ماتش له استوديو كمان بيقعد اربع خمس ساعات. طبعا صح. كله متشاف، كله محطوط تحت السبوت. لكن عايز اقول لك برضو ان الجماهيريه بتفرق بشكل كبير. صحيح. يعني خلينا واقعيين ان الجماهيريه بتفرق. الجماهيريه بتحط ضغوط على اللعيبه من غير ما انت تتعب، لان انت وانت ماشي في الشارع لو اتعادلت او اتغلبت، انت كل حته هتروحها هتلاقي حد بيضغط عليك. عندك الصحافه بتاعتك والسوشيال ميديا بتاعتك. لا، انت هتعيش مضغوط يعني. انا بقول ان دايما المديرين الفنيين في الاهلي والزمالك مش شغلهم بيبقى سهل، لان اللعيب اصلا داخل مضغوط اصلا ان هو ينجح.
مهما هيروح فين؟ هيروح يبقى مش هيخرج من البيت. صح. فالموضوع مختلف تماما. انت النهارده عشان تخلق دوافع للعيبه، وده طبعا مشكله ومشكله كبيره جدا، ان انت كل شويه بتخلق دوافع للعيبه. صح. بتبقى المواضيع صعب. صحيح. انما تعالى النهارده اهلي، لا دوافع ايه؟ صحيح صحيح. انت مش هتعرف تمشي في الشارع، زمالك مش هتعرف تمشي في الشارع. فده لوحدها، الجمهور لوحده، لا الجمهور لوحده انا بقول عليه 60-70% من الموضوع. صحيح. بيبقى في لعيب جايبه مثلا نادي الاهلي او نادي الزمالك من درجه ثانيه، اول ما بيدخل النادي بينافس على الدوري، ايه اللي حصل له؟ صحيح. الجماهيريه وشخصيه الناديين وان هم كبار، ويا رب كده يقدموا لنا كوره كويسه ان شاء الله في طيب. يوم السبت باذن الله ان شاء الله. كابتن عبد الظاهر، اخر حاجه، في صفقات جديده للفيوتشر قبل ما يناير يخلص، ولا خلاص انتم مستكفيين بال؟ لا لا، احنا قرار مجلس الاداره ان مفيش حد هيمشي في الانتقالات الشتويه، وان احنا نجيب حد دي لا هتبقى صعبه جدا، يعني ممكن واحد او اتنين بكتير، يعني ده لو ما كانش موجود خالص تماما. يعني احنا الحمد لله عندنا سكواد الحمد لله في كل مكان كويسين، مقتنعين بهم جدا الحمد لله. فالاداره كمان بتدينا سبورت، وبتدي للكابتن علي ماهر سبورت مساندة، يعني ان هو طبعا دي طلبات مدير فني، لكن الكابتن علي ماهر ما طلبش حاجة في يناير خالص، هو مقتنع جدا بالسكواد اللي معايا. اذا القول الحاسم على لسان الكابتن عبد الظاهر الساعة، عشان الناس كل شوية بتسأل، فيوتشر مش هيسيب لعيبة في يناير ومش هيضم لعيبة في يناير، مظبوط كده؟ ممكن واحد كتير، يعني تضم واحد ولا تسيب واحد؟ نضم واحد، نضم واحد. تضم واحد. انا برضه عايز ابقى دقيق مع حضرتك. طيب ممكن. كابتن كابتن عبد الظاهر، في اربع لاعبين تم تجديد عقودهم اليوم. الحمد لله، هو طبعا بشكرهم طبعا على ثقتهم في النادي، وهم كمان مبسوطين جدا من النادي، والحمد لله يعني الاربعه جددوا في يوم واحد. احنا بنتكلم على مروان محسن وجوناثان. مروان وغنام ومرعي وجوناثان. محمود مرعي وغنام وجوناثان. جوناثان ده برضه من احسن زهراء الجنب في الدوري المصري بصراحه، انتوا كسبانين المكسب كبير، كل اللعيبه دول العظيم القليلين اللي انا شفتهم فعلا، وشخصيه جميله جدا جدا جدا. وده بيدل ان اللعيبه مبسوطه ومؤمنه بالقضيه ومؤمنه بالنادي ومؤمنه بالكابتن علي، وده في حد ذاته بيبسطنا، وبيحصل نوع من الاستقرار بقى خلاص تماما، ان اللعيبه دي تمام مستمره معانا 5 سنين. فيعني الحمد لله، يعني كانت خطوه موفقه طبعا من الاداره والكابتن علي ماهر، وده طبعا كان طلب شخصي من الكابتن علي ماهر ان احنا نجدد للعيبه دي بالذات. يعني صحيح. كابتن الكبير كابتن عبد الظاهر الساعة، المدير الرياضي من نادي فيوتشر، انا بشكرك شكرا جزيلا، وبهنيك النهارده على هذا الفوز على ام بي 3-2. طيب ده فيما يخص نادي فيوتشر، ومره اخرى زي ما بقول لكم كده بيتسحبوا على المنافسه. معانا عبر الهاتف الان على الجانب الاخر الكابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي انبي. يا كابتن محمد، هارد لك النهارده، عملتوا مباراه كبيره ولكن انتصار في اللحظات الاخيره لفيوتشر. يا كريم بشكرك جدا، وكل سنه وانت طيب. الحمد لله، يعني ماتش كويس، بس مش عارف اقول ايه، اتظلمنا جامد يا كابتن كريم. حضرتك تتحدث على حالات تحكيميه. طبعا. لا النهارده خطا فادح كريم، صدقني انا ما شفتوش، يعني ده خطا في القانون بقى، مش خطا حكم انه اوفسايد، لا ده خطا في تطبيق قانون التحكيم. تطبيق قانون التحكيم. يحسب عليا ضرب الجزاء وانا في اول دقيقه في الشوط الثاني، وكره من رجل خالد رضا اللي هو لاعب انبي لايد مصطفى تيودار اللي هو لاعب انبي، يحكي ضرب الجزاء. القانون بيقول ده غلط، ده خطا فني يا كابتن كريم، مع احترامي البيلين ده هو اللي غير نتيجه المباراه. ده بيلين غير نتيجه المباراه، والمشكله مش في كده، المشكله مش هو مش خطا حكم هو في الملعب، لا ده الحكم حسب كورنر، الفار استدعاه، لك ان تتخيل، يعني الفار مش عارف قانون التحكيم. الحكم راح وهو جاي، قلت له خلي بالك كابتن عشان دي من رجل زميله. الحكم راح حسب، لا الموضوع صعب جدا. انا هو طبعا هيبقى بنتكلم على التحكيم يا كابتن كريم، وانت عارف يعني طبعا نادي انبي كلكم ناس محترمين. في النهايه لا احنا اتظلمنا ظلم بين. يعني عايز اقول لك ان اول انذار في المباراه الحكم محمود مرعي لازم ياخد
مش هقول لك احمر، ياخد انذار حسب فاول علينا وادى الكريم واداله انذار، يعني كان ممكن كمان يلعبوا 10 النهارده بصراحه. الحاجه الاخيره اللي برضو مستغرب لها جدا، الحكم ده كان موقوف بقاله فتره وراجع على ماتش انا مع فيوتشر. يعني انا طبعا ببارك لفيوتشر بالكوره، بس في النهايه اما بتغلب كوره عادي طبيعي، انما اما بتغلب باخطاء تحكيميه فادحه وواضحه وصريحه لا، الموضوع لازم يبقى فيه اعاده نظر. وانا من هنا بقول لك ان احنا ان شاء الله بكره نقدم شكوى جامده، وانا هطالب باعاده المباراه، حتى لو في بعض الحكام بيقول لك مش الخطا ده اللي يضايق، بس في النهايه انت ظلمتني. حضرتك بتتكلم على طلب باعاده المباراه؟ طبعا ده خطا في القانون. خطا في القانون، ده قانون. هتقولنا يا جماعه يعني كمان الكابتن جهاد يقول لنا راي، اكيد الكابتن جهاد جريش هيقول لنا كمان راي في القانون، انا يعني ما اعرفش بصراحه، بس كابتن جهاد جريش هيبقى اتفضل. انا رئيس لجنه المسابقات في منطقه القاهره. طبعا طبعا اكيد حضرتك لا انا بقول لك العفو يا فندم. لا ما اقصدش انا حضرتك في اي حاجه طبعا بالظبط. لا انا اقصد ان نروح زي ما بيقولوا كده ايه، الناس المتخصصه اللي هو الحكام عشان ياكدوا كلام حضرتك او يرفقوا يعني. طبعا انا فاهم، بس اقصد اقول لك ان ده قانون. ما ينفعش انا اسف يعني حكم يحكم بعكس القانون، يعني لو في تسلل ومش واضحه بتعدي، انما ده قانون. دي ضربه الجزاء يا جماعه اللي انتوا جايبينها، بعد اذنك هاتوا الحاله مش ضربه الجزاء، يعني هو كابتن محمد بيتكلم على الحاله نفسها بتاعه ضربه الجزاء. ايوه هنجيبها حالا دلوقتي. اتفضل هاتوا هنا عشان الكابتن برضو الكابتن محمد يقول لنا رايه فيها. احنا بص لا ده مش هي، هاتوا لنا يا جماعه حاله. هي دي خالد رضا بيطلع كرة، وبص الكرة رايحة فين. تخيل انت متخيل ان مصطفى ديودار الكرة رايحة كده هيوقفها بايده؟ يعني بص خالد رضا اهو، بص ايه ده بيجري. طب انا الحالة قبلها في ماتش الاهلي وكانت ايده كبيرة وبقى واللعيب بتاعنا اللي لعب الكرة ما اتحسبتش. فواضح ان في مش يعني لا، النهاردة الموضوع كان صعب قوي كريم في الحقيقة يعني. وحرام ان فرقة تتعب وبالسهوله دي تكسر 3 بوند. طيب. لا احنا كده يعني بصراحه انا اول مره ابقى متضايق كده. انا طبعا التحكيم كلهم على راسي وحبايبي واصدقائي كله، بس مش للدرجه دي يعني. انا ما ينفعش اني اتغلب كده. طب كابتن يعني محمد، ايه رايك كابتن جهاد دجريش معانا على الهاتف دلوقتي، نسمع رايه فيها ويكون مع حضرتك برضه قبل ما نقفل مع حضرتك. يا كابتن جهاد مساء الخير، مشرف ومنور. كريم مساء الخير لحضرتك وعلى كل مشاهدينا. الكابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي انبي يتحدث عن حاله ضربه جزاء فيوتشر، يتحدث انها غير قانونيه، يعني مش مظبوطه. بص يا كريم، احنا عندنا في كره القدم او لمسه اليد بالذات عندنا حاجتين اثنين لا يمكن نحتسب فيهم لمسه يد او خطا لمسه اليد. الحاجه الاولانيه لما اللاعب يلعب الكوره، اللاعب نفسه يلعب الكوره من رجله لايده، حتى لو ايده موجوده في وضع غير طبيعي ومكبره الجسم، لا تحتسب لمسه يد او ركله جزاء. تمام. الحاله الثانيه لما انا كمدافع العب الكوره من رجلي لايد زميلي اللي موجود في نطاق اللعب في مسافه صغيره، حتى وان كانت ايده موجوده في وضع غير طبيعي ومكبره الجسم. وبالتالي الحاله اللي قدامنا دي من الحالات اللي منصوص عليها نص صريح في القانون ان بلي اون استمر اللعب في ركله جزاء، لان الكوره جايه من الزميل لزميله اللي موجود ايده في وضع غير طبيعي، ولكن المسافه اللي موجوده مسافه صغيره لا يعاقب عليها بخطا لمسه يد، وبالتالي كان قرار الحكم في الملعب الركله الركنيه كان قرار صحيح. لكن للاسف لما تم استدعاء خاطئ من الفار وطلع للفار وشاف اللقطه وللاسف غير قراره القرار الخطا باحتساب ركله الجزاء. وكريم عايز اقول لك ان اللقطه ديت لقطه مؤثره في نتيجه المباراه، لان المباراه انتهت 3-2 لصالح فيوتشر، وده طبعا خطا كبير في مباراه كبيره زي انبي وفيوتشر. يا كابتن جهاد انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح العظيم، وده اللي قاله حرفيا كمان الكابتن محمد اسماعيل. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. يا كابتن محمد، تاكيدا لكلام حضرتك اكده الكابتن جهاد جريش خبيرنا التحكيمي الكبير. يا كريم انا عايز اقول لك، وكوره بتتلعب الجهاز جنبي بيقول لي ده، قلت لهم يا جماعه استحاله يحسب ده قانون، ما علينا يعني. بس انا بس عايز اوجه كلمه بعد اذنك كريم. ان احنا الدوري السنه دي انا شايفه دوري كويس ودوري قوي، مش مستحمل هذه الاخطاء. انت حضرتك بنتكلم والجماهير بتعمل، مش احنا برضو بنساعد بشكل
مستفز شويه ان احنا بنستفز الجماهير بالاخطاء اللي انا هقول ده ألف ب. يعني انت لك ان تتخيل ان انا الحكم اللي هو بيطبق القانون عشان يديني حقي ويدي الفرقه الثانيه حقها مش عارف القانون. ده ينفع؟ ده صح في الدوري المصري؟ لا. اللي احنا بنطالب ان هو يبقى حاجه كويسه وبنطالب انه يعلى وبنطالب. انا 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 يعني عندي حاجات كتيره، كلام كتير، بس للاسف ما اقدرش اقوله. طيب لان انا ايه رايك إن في توقيت صعب ما ينفعش ان انا اهيج الدنيا، بس انا عندي برضو كلام كتيره ممكن اقوله. انا مش عايز امشي في الكلام اللي هو الناس ممكن تاخد. لا خلينا نتحدث دائما في اطار المباراه. وعشان كده انا كابتن محمد عايز استغل تواجدك معايا واقول لك انه انبي يتحسن كثيرا عن بدايه الموسم على مستوى الاداء وعلى مستوى حتى يعني النتائج لسه محتاجه تتحسن اكيد افضل من كده عشان يبعد شويه عن المناطق اللي تحت، بس الاداء واضح انه تحسن جدا النهارده. انبي كان ند قوي جدا لفيوتشر بصراحه. والله انا عايز اقول لك ان الكابتن طلعت ما شاء الله يعني عامل معاه شغل كويس جدا مع الاولاد ومحفظهم. والكابتن طلعت طبعا غني عن التعريف، انا ما ينفعش اتكلم عليه، بس هو حد بصراحه انا شايف ان احنا الفتره اللي جايه ان شاء الله كريم في صعود ان شاء الله، وهترجع الفتره اللي جايه انت زي ما كانت ان شاء الله. وبس احنا فعلا احنا التحسن كبير جدا. صح. واديك انت شايف الدنيا ماشيه معانا كويس كناحيه فنيه. صح. ان شاء الله الفتره اللي جايه التوفيق من عند ربنا والنتائج تتحسن ونتحط في المكان. كابتن محمد في تدعيمات للفريق خلال يناير؟ ان شاء الله هيبقى في تدعيمات في حوالي من 3 لعيبه كده. ممكن 3 لعيبه شراء ولا اعارات؟ ممكن بنسبه كبيره هيبقوا شراء ان شاء الله. يعني هيبقى شراء. في لعيبه هتمشي في الفتره دي ولا كل اللي موجودين مكملين؟ والله ممكن ناس تمشي وممكن لا، يعني في ممكن ناس تمشي وفي ممكن لا. يعني تمام. كابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي انبي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب النهارده الاسماعيلي قدم مباراه جيده جدا بالمقارنه باخر مباريات للاسماعيلي بصراحه. يعني اللي اتفرج على مباراه الاسماعيلي وطلائع الجيش النهارده تحديدا في الشوط الثاني، الاسماعيلي كان جيد جدا بالمقارنه بمباريات الاسماعيلي الاخيره. بس الاسماعيلي رغم الاداء الجيد برضه ما قدرش يحافظ النهارده على الثلاث نقاط وتعادل مع طلائع الجيش 1-1. و الأمور بالنسبة للإسماعيلي في جدول الدوري، كل مباراة للإسماعيلي في أسبوع في الدوري تزداد سوءا. بس النقطة المضيئة إن الأداء بدأ يتحسن، إن اللعيبة بدأت يبقى عندها حمية أكبر شوية، فتخليك تحس إنه اللي جاي ممكن يبقى أفضل. دي بس النقطة المضيئة عشان بتبقى شيء الصورة دايما سوداوية بالنسبة للإسماعيلي بصراحة شديد. يعني أنا بكلمكم عشان أنا كمان تابعت المباراة من أولها لآخرها. معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن أحمد الجمل المدرب المساعد في الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي. يا كابتن أحمد مشرف ومنور. أنا ممكن أقول لك النهاردة هارد لك على أو بالقياس بمستوى الإسماعيلي النهاردة اللي كان مستوى جيد. السلام عليكم حبيبة كريم. طبعا يعني الكلام اللي أنت قلته كلام طبعا كله صح، وزيد علينا ان طبعا ده مش مكانه ولا قيمه النادي الاسماعيلي. ولكن هو النادي الاسماعيلي وصل للمرحله ديت لظروف كتير جدا انا مش حابب ان انا اخوض فيها. يعني احنا هنتكلم ان شاء الله في الاصلاح، هنتكلم في الخطوات اللي جايه ان شاء الله اللي تقدر توصل النادي الاسماعيلي المكان يعني اللي يليق بيه ان شاء الله باذن الله. طبعا النهارده ماتش الحمد لله رب العالمين افضل بكتير من يمكن من الماتش الاولاني. كان في اداء محترم، ولكن لحد ما تقريبا الدقيقه 20 الشوط الثاني ابتدى الاداء يختلف شويه بعد ما جه فينا الجون الثاني. لكن انا الحمد لله رب العالمين في اطمئنان، لان في المستوى بيعلى، الشكل بيتحسن. احنا في فتره دلوقتي اعتقد ان شاء الله يعني كابتن ميدو وبيسعى والجهاز كله بيسعى ان احنا بندعم صفوف نادي الاسماعيلي الفتره الجايه
صفقات تقدر تساعد الفرقه تساعد اللعيبه اللي موجوده. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعني يبقى التوفيق من نصيبنا الفتره الجايه. النهارده يعني لو اتفرجت على الماتش احنا كنا الاقرب، احنا كنا الاخطر باستثناء اول ربع ساعه بس الشوط الاولاني، لكن بقيه الماتش كله يعني احنا سجلين، احنا مضيعين، احنا وصلين. صح. يعني التوفيق النهارده اللي كان من نصيبنا كان كنا ممكن اخذنا 3 بونت بس، بقول الحمد لله وان شاء الله اللي جاي هيبقى افضل. طيب. انا 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 كابتن احمد هسالك مش على مستوى النادي، انا هسالك على مستوى غرفه خلع الملابس. الامور هادئه، الامور مستقره بالنسبه للاعبين والجهاز الفني، حاسس ولامس هدوء بالنسبه للاعبين، ولا شايف لسه في تشتت عند اللاعبين؟ بصراحه عشان نطمن الجماهير او حتى نقول لهم الوضع ايه كما هو قائم الان. كريم طبعا انت عارف ان احنا كان عندنا مشكله كبيره في المشكله الماديه، هي المشكله دي اللي كانت عامله لنا قلق كبير جدا. ولكن ميدو بصراحه حق ربنا اتعامل مع اللعيبه نفسيا كويس جدا، ويعني في ان شاء الله في حاجات ملموسه الفتره الجايه اللعيبه هتاخد جزء من مستحقاتها. يعني اعتقد ان حتى الموقف اللي احنا فيه يعني يجبر اي حد ان هو يبقى هادي، لان يعني الوقت ده مش محتاج اي خروج عن النص. لازم كلنا نبقى في صف واحد، في التزام، في هدف واحد ان احنا نخرج من الازمه ديت. انا بقول لك ان شاء الله المشاكل اللي كانت موجوده الفتره اللي السابقه هتتحل الفتره الجايه. هايل. ميدو وعد اللعيبه ان شاء الله ان هم هياخدوا جزء من مستحقاتهم الفتره الجايه. يعني ان شاء الله باذن الله مع مكسب ماتشين ثلاثه ورا بعض هتلاقي الامور اتحسنت جدا، وهتلاقي الثقه رجعت، وهتلاقي الشكل حتى شكل النادي كله اتغير ان شاء الله باذن الله. طيب. لان انت عارف النادي الاسماعيلي بالنسبه للاسماعيليه ايه يا كريم. بالتاكيد. طيب كابتن احمد، متارجتين كام لاعب في يناير؟ مراكزهم حتى مش لازم الاسماء، ولكن كام لاعب انتم محتاجين يدعموا الفريق الفتره دي؟ لا انا مش هتكلم على يعني على مراكز، بس انا هتكلم على يعني على الصفقات اللي انت بتتابعها. يعني بنتكلم في حدود من 4 5 6، مش يعني مش هيبقى يعني زاد عن 6 ولا هيبقى اقل من 4. ما هو ده رقم كبير برضه، مش قليل في يناير، بس الاسماعيلي محتاج تدعم. ما بالظبط كده، انت بتتكلم في رقم كبير، لكن الاسماعيلي محتاج. يعني احنا عندنا، خد بالك، احنا عندنا برضه يعني رقم كبير. ليه؟ احنا عندنا في مراكز يعني ما فيهاش غير لاعب، فاحنا مضطرين ان احنا نجيب حد يبقى اضافه مع اللعيبه اللي موجوده عندنا. لعيبه كويسه، لعيبه محترمه، لعيبه والله بجد انا مش بقول كده كلام وخلاص، لعيبه محترمه جدا. يعني انا بشفق عليهم في الموقف. انت عارف يا كابتن احمد، عارف صعب جدا، عارف تسمح لي، انا وانا بفرج على الاسماعيلي النهارده، الاسماعيلي عنده تشكيله وعنده غيابات النهارده كمان، بس عنده تشكيله. بقول يا جماعه التشكيله ديت، سيبك من الاسماعيلي ان هم مسنودين على الاسماعيلي وتاريخ الاسماعيلي الكبير، بس كمان التشكيله دي ما تبقاش في المكانه دي في الجدول، صعب. دي حقيقه تشكيله افضل من تشكيلات كتيره في الدوري بصراحه. بص يا كريم، انت طبعا انت راجل يعني بتفهم كوره كويس جدا، وعارف ان غياب الثقه عن لعيب الكوره حتى لو كانت امكانياته 100%. صح. صح. بيسقط كتير جدا من مستوى تركيزه. صحيح. فاحنا محتاجين ثقه، بس اللعيبه تاخد ثقه. انا وانا الثقه دي هتيجي بالمكسب. انا والله العظيم ثلاثه بتمنى من الله ان احنا نكسب بس ماتشين ثلاثه ورا بعض، هتلاقي الامور اختلفت والشكل اختلف وكل حاجه اختلفت. انا النادي الاسماعيلي الفتره اللي فاتت شكله وتنظيمه في الملعب مختلف بسبب ان في ثقه بقت الفتره اللي فاتت كانت موجوده، وميدو والجهاز كله مدي اللعيبه ثقه كبيره، واحنا بقول لك دلوقتي احنا واثقين جدا في قدراتهم، وعارفين ان هم لعيبه كويسه، وعارفين ان هم يخرجوا ان شاء الله باذن الله من الموقف ده ان شاء الله باذن الله قريب ان شاء الله. صحيح صحيح. كابتن احمد الجمل، المدرب المساعد في الجهاز الفني الاسماعيلي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كل التوفيق ان شاء الله في الفتره القادمه. احنا لسه مكملين مع حضراتكم. داخلية النهارده كسب حرس الحدود زي ما قلت لحضراتكم 1-0. مؤمن عاطف سجل الهدف الوحيد في الدقيقه 75 قبل الهدف. المباراه كانت رايحه جايه، وان كان الداخليه كان افضل نسبيا، ولكن المباراه كانت رايحه جايه، وقدر مؤمن عاطف يسجل هدف فوز مهم جدا للداخليه على حرس الحدود. اتكلم دايما المنافسين اللي بيبقوا على الصراع، لما بتكسب اللي بيكسب بياخد وكانه اخذ 6 نقاط، عشان بيفوز بثلاثة وبيخسر المنافس الرئيسي بتاعه 3 نقاط. ففوز كان مهم جدا للداخلية، وكان هيبقى مهم جدا، مهم أكثر لحرس الحدود اللي أبعد في الجدول من فريق الداخلية.
نروح للحدث الأبرز والأهم الأسبوع القادم اللي هو إيه؟ أول أسبوع القادم اللي هو إيه؟ مباراة القمة، أهلي وزمالك، زمالك وأهلي. مباراة زي ما قلت امبارح عشان ما اكررش كلامي، هقول لك باختصار، هي مباراة دايما بلا حسابات. سيبك بقى يقول لك أصل الأهلي أفضل، أصل الزمالك أقل، لا ده الزمالك في المباراة لما بيخش أقل بيبقى هو اللي بيكسب، لا الأهلي لما بيخش جامد بيخسر. سيبك من كل الكلام ده، ما تروحش وتيجي معاه، هي حالة اللاعبين والأجهزة الفنية في المباراة. زمان كنت بقول يا جماعة ما تقولوش كده، كده كده الأهلي أفضل، لا الزمالك هو الأفضل فالأفضل هيكسب. لا، الواحد اتعلم خلاص، اتعلم الدرس. درس بيقول إنه ما تحطش معايير. طيب ايه بقى اللي بيحصل في نادي الزمالك قبل مباراه القمه؟ بعد كده هنروح للي بيحصل في الاهلي، بس تعالوا نبدا بالزمالك. يلا بينا. اولا البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق عكف منذ انتهاء مباراه بيراميدز على اخراج اللاعبين من الحاله النفسيه السيئه التي دخلوا فيها بعد الخروج من نصف نهائي كاس مصر، كما حذر فيريرا اللاعبين من اي استهتار او تراخي في الايام التي تسبق القمه، وشدد عليهم بزيادة التركيز حتى يستعيد الفريق توازنه. ثانيا مصير الثنائي أحمد فتوح وعبد الله جمعة حتى الآن هو الغياب عن مباراة القمة، نظرا لأن فيريرا وضع لهما برنامج تأهيلي لمدة أسبوعين لم يمض منهما سوى خمسة أيام فقط، وبالتالي هناك صعوبة كبيرة في لحاق الثنائي بالمباراة إلا إذا كان هناك رأي آخر لفيريرا في الساعات القادمة. ثالثا خلال ال 48 ساعة الأخيرة كانت هناك جلسات مستمرة بين فيريرا واللاعبين وأيضا الثلاثي الكبير في الفريق شيكابالا وزيزو ومحمد عبد الشافي مع زملائهم من أجل تحفيز أنفسهم ولم الشمل واستعادة الثقة ورفع الروح المعنوية قبل القمة، ودي أكتر حاجة محتاجها الزمالك في الفترة الحالية. رابعا اليوم الأربعاء كان هناك جلسة خاصة بين فيريرا وإمام عاشور حرص خلالها المدرب على تصحيح أخطاء اللاعب ومطالبته باستعادة مستواه بعد تراجعه في المباريات الأخيرة، ومنح فيريرا اللاعب بعض التعليمات الفنية لتلافي السلبيات التي ظهرت في أدائه مؤخرا. حقيقي ده مش مستوى إمام عاشور، عنده أفضل، أكيد عنده أفضل وشفناه يعني. خامسا فيريرا يدرس مفاجأة النادي الأهلي بالدفع باللاعب سيد عبد الله نيمار في التشكيل الأساسي لمباراة القمة، حيث عكف على تجهيز اللاعب في الأيام الأخيرة بعد غيابه عن المباريات الماضية بشكل أساسي. سادسا فيريرا استقر على تغيير طريقة لعب الفريق في القمة أمام الأهلي والعودة من جديد إلى طريقة 3-4-3 خوفا من أخطاء الدفاع، وأيضا بناء على طلب من الجهاز المعاون لفيريرا في ظل المستوى المتراجع للفريق. ركز في دي قوي. تاني فيريرا استقر على تغيير طريقة لعب الفريق في القمة أمام الأهلي والعودة من جديد إلى طريقة 3-4-3، ودي أكثر أو دي من أكثر الأشياء اللي انتقد فيها فيريرا، إنه تراجع عن طريقة اللعب اللي كان بيكسب بيها اللي هي 3-4-3. ليه بقى تلعب 4-3-3 وانت كنت بتكسب ب 3-4-3؟ الإجابة عند فيريرا بس، محدش يعرفها خالص. طيب نروح للنادي الأهلي. ماذا يحدث في النادي الأهلي قبل مباراة نادي الزمالك؟ تعالوا نشوف. أولا يبذل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي محاولات مكثفة مع حمدي فتحي لاعب الوسط من أجل تجهيزه لمواجهة القمة بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء سموحة بكأس مصر، وإن كانت هناك تحذيرات طبية من تفاقم إصابته في الكاحل حال دخل في التحام قوي خلال القمة، يعني لو شارك حمدي فتحي في مباراة القمة ممكن يبقى فيها مخاطر. ثانيا يخضع الثنائي عمرو السولية ومحمد عبد المنعم إلى اختبار طبي أخير غدا من أجل حسم موقفهما قبل القمة، وإن لم ينجح السولية في تجاوز الاختبار وتأكد غيابه وأيضا لم يلحق حمدي فتحي باللقاء، يفكر مرسي الكرة المدير الفني في الدفع بمروان عطية بجانب أليو ديانج في وسط الملعب رغم انه يتحفظ على هذا الامر نظرا لعدم انسجام مروان بشكل كامل مع الفريق. ثالثا حتى الان رامي ربيعه هو المدافع الاساسي للاهلي في اللقاء بسبب غياب محمود متولي للايقاف،
وأيضا عدم وضوح موقف الثنائي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، وفي حال غيابهما يدرس مرسي الكرة للدفع بمحمد هاني في مركز المدافع المساك بجانب ربيعة، على أن يلعب خالد عبد الفتاح في مركز الظهير الأيمن. رابعا، مارسي كولر تحدث مع جهازه المعاون عن رغبته في أن يكون الثلاثي الهجومي للفريق خلال القمة كهربا وعبد القادر والشحات كما كان تشكيل الفريق في القمة، وذلك حال لم يتعرض أي منهم للإصابة أو يطرأ أي جديد على الفريق. يعني هو عايز كهربا وعبد القادر والشحات زي اللي حصل في المباراة الماضية أمام فريق سموحة. عقد مارسي كولر جلسة خاصة مع كهربا، أكد له أن مستواه أمام سموحة مجرد بداية وعليه العمل بشكل أكبر حتى يقدم مستويات جيدة. كما تحدث أيضا سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع كهربا وطالبه بالهدوء في مباراة القمة وعدم الاستجابة لأي مؤثرات خارجية أو داخلية في الملعب والتركيز في التعليمات الفنية فقط. مرة أخرى عشان الكلام ده مهم جدا، الكلام ده مهم لكهربا وكل لاعبي الأهلي وكل لاعبي الزمالك. كما تحدث أيضا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع كهربا وطالبه بالهدوء في مباراة القمة وعدم الاستجابة لأي مؤثرات خارجية أو داخلية في الملعب والتركيز في التعليمات الفنية فقط. ياريت لكل اللاعبين مش بس كهربا. الالتزام. خلوا المباراة حلوة، مباراة الأهلي والزمالك تبقى حلوة، مباراة الزمالك كلها تبقى حلوة، خلوها حلوة. ايه كورة بقى، بلاش عشان ما نروحش لايه لسكك ما بنحبهاش. هنتكلم في اكبر فريقين في الكرة المصرية، اكبر فريقين في الوطن العربي، يقدموا لنا مباراة محترمة يوم السبت ان شاء الله. طيب المؤثرات الخارجية، الحاجات اللي هي ايه الدوشة اللي بتحصل خارجية دي، منها ايه؟ منها الدوشة بتاعة المنشطات. يقول لك اصله لازم يحصل كشف للمنشطات قبل القمه، لازم يحصل كشف للمنشطات في مباراه القمه. كلام كتير في الموضوع ده على السوشيال ميديا وبين الجماهير. طيب احنا النهارده في رقم 10 جايبين لكم شويه حقائق فيما يخص ملف مكافحه المنشطات بمباريات الدوري عشان تعيشوا معانا ازاي الناس دي بتشتغل. عشان هي بس قبل ما اروح للتفاصيل، مش عايزين نتعامل مع مكافحه المنشطات او مع لجنه مكافحه المنشطات دي زي اللي ما بنتعامل مع المسابقات، لجنه المسابقات ولجنه التحكيم، والنبي غيروا لنا ميعاد الماتش ده، والنبي عايزين الحكم دوت ومش عايزين الحكم الفلاني، وكده كده ده غلط اصلا، بس دول حاجه مستقله تماما. فلا، انا عايزك النهارده تعمل لي كشف منشطات على الفريق ده. انا عايز، لا طب بص بقى، انت هتعمل لي انا كشف منشطات، طب اعمل ليهم هم كمان كشف منشطات. طب انت عايز اللعيب بتاعي دوت، طب انا هديك اللعيب. مفيش الكلام ده. الناس دي بتشتغل ازاي؟ بتشتغل بشكل مفاجئ. الناس دي بتختار اللي هي عايزاه، بتشتغل في الوقت اللي هي عايزاه، بتشتغل بقرار نفسها مش بمطالبات. فالامور تبقى بس فيها ذكاء. نسيبهم يشتغلوا، والمدان يدان. المدان يدان، مين بقى اللي يدان؟ هم اللي يقولوا. بس هي الموضوع على برضه السوشيال ميديا اللي هو ايه، بص بقى احنا عايزين فلان هو اللي يتاخد منشطات، يعملوا له هو الاختبار. مفيش الكلام ده، ما اصلا ده طبيعه شغلهم او اساس شغلهم هو المفاجاه. يعني لو انا رايح الناس كلها بتقول يا جماعه روح اعملوا كشف المنشطات لكريم، كريم بقى هيعمل حسابه ده انا هيعمل عليا النهارده كشف منشطات فهعمل حسابي. لا، هو شغلهم مفاجاه، يجوا يفاجئوني كده، ايه ده دلوقتي واقفين لك بره كشف المنشطات، اذا ما كنتش عامل حسابي. تحصل مشكلة بقى ساعتها لو في مشكلة. ببساطة تعالوا بقى أقول لكم طبيعة شغله بيشتغلوا إزاي. تعالوا نشوف، يلا بينا. انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لسحب عينات من لاعبي الأهلي والزمالك قبل قمة السبت. المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لا تتحرك بالمطالبات أو المخاطبات من أي مؤسسة رياضية لسحب عينات. تاني، المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لا تتحرك بالمطالبات أو المخاطبات من أي مؤسسة رياضية لسحب عينات. مهمة دي. اللي بعده،
الكشف عن المنشطات يعتمد في الأساس على عنصر المفاجأة في سحب العينات في أماكن المنافسة أو خارج أماكن المنافسة، التدريب أو المنزل أو المعسكر أو غير ذلك. توضيح، توضيح بس لدي. الكشف عن المنشطات يعتمد على إيه؟ تعالى لي كده عشان أشرحها لك. إنه دلوقتي منظمة كشف عن المنشطات عايزين، أنا بقول اسمي دايماً عشان ما أخبطش في حد، يعني ما أخبطش في اسم حد فتقول لي إيه ده جاي على ده. هم دلوقتي عايزين ياخدوا عينة من كريم، تمام؟ طيب، من حقهم يقولوا الاستوديو، من حقهم يقولوا التدريب لو بيتدرب، من حقهم يقولوا البيت، من حقهم يقولوا في أي مكان وفي أي وقت، وفي أي وقت. السلام عليكم، خبطوا على الباب كده، انتوا مين؟ احنا منظمة الكشف على المنشطات. لا مش عايز النهاردة، مفيش حاجة اسمها مش عايز النهاردة، احنا داخلين نشوف كشف على المنشطات، تشوف انت بتاخد منشطات ولا لا. أي وقت وأي مكان. نكمل. عينة الكشف عن المنشطات لا تظهر نتيجتها في نفس اللحظة، فهي ليست مثل اختبار البي سي آر الخاص بالكشف عن كورونا. ركز في دي، أشرحها لك برضو. طيب، إحنا قلنا مثلا يعني طالبنا، وده قلت لكم خلاص ما بيحصلش، طالبنا منظمة الكشف عن المنشطات، روح لو سمحتوا اعملوا كشف للمنشطات على لاعبي الأهلي والزمالك قبل القمة. وعملوا الكشف، ما بيطلعش نتيجته يومين ثلاثة أربعة، ده ليه طرق كثيرة جدا هشرح لكم دلوقتي، بياخد وقت كتير، في بروسيس كتيرة عشان نتأكد النتيجة دي إيجابية. لو هي إيجابية بتاخد وقت كبير. يعني إيه؟ يعني رحت خدت دلوقتي النهاردة من لعيبة بكرة من لعيبة الأهلي والزمالك كشف عن مشطات، مش تطلع قبل مباراة الأهلي والزمالك اللي هي يوم السبت، فهيلعبوا عادي. نكمل مثلا يعني، وده مش هيحصل. العينة بعد سحبها تسافر إلى أهو ده، دي التفاصيل بقى. العينة بعد سحبها تسافر إلى معمل في برشلونة لإظهار نتيجة العينة سواء إيجابية أو سلبية. في حال إيجابية العينة يمكن للاعب أن يطالب بفتح العينة الثانية للتأكد من نتيجتها. يعني إيه؟ يعني لسه هناخد العينة ونسفرها برشلونة وترجع لنا تاني لو إيجابية، ولو إيجابية الراجل هيقول لك لا طب افتح لي العينة التانية، فالعينة التانية تسافر برشلونة تاني، فنشوف قصتها ايه، فتاخد وقت طويل. ما يحصلش الكلام دوت من يوم وليله. مش بي سي ار انت بتاخده ايجابي ولا سلبي فانت عندك كورونا ولا ما عندكش كورونا، لا الموضوع كبير. احنا بنتكلم في ماتش بعده بكره يعني. اللي بعده، عقوبه ايجابيه العينه يختلف اذا تم سحبها داخل المنافسه يعني بعد المباراه، او خارج المنافسه التدريب المنزل المعسكر. بالنسبه للفرق الجماعيه مثل كره القدم، لا تتأثر نتيجة الفريق في المباراة إلا إذا تجاوز عدد العينات الإيجابية 3 عينات وأقل من ذلك تكون العقوبة على اللاعب. حلوة دي قوي، ركز معايا تاني. يعني إيه؟ يعني إحنا عملنا دلوقتي العينة دي على لاعب الأهلي والزمالك، فطلع من الأهلي أو الزمالك لاعب أو اتنين عندهم نتيجة إيجابية. أنا بقول مثلا على ذكر هذه المباراة، هنا نتيجة المباراة مش هتتلغي، اللي كسبان كسبان واللي خسران خسران. طيب، لو الفريق اللي كسبان عنده 3 عينات إيجابية، هنا النتيجة يبقى فيها مشكلة. 3، 1 أو 2 هنعاقب اللاعب، 3 يبقى في مشكلة عند النادي، في مشكلة على الفريق. واضحة؟ يعني مش مثلا لو واحد طلع إيجابي الحق المباراة دي، المباراة دي باظت المباراة، لا هو اللي هيتعاقب، اللاعب اللي هيتعاقب مش الفريق. اللي بعده، طبعا لو لعبه فرديه بطبيعه الحال يبقى اللاعب نتيجته هتتلغي، النتيجه بتاعه اللاعب ده. يعني لو مثلا بنتكلم في تنس مثلا ولا حاجه، سكواش، اي لعبه بقى فرديه، رفع اثقال، النتيجه بتاعته تتلغي عشان هي لعبه فرديه، هو المسؤول، هو الفرقه. لكن اللعبه الجماعيه لا. اللي جايه دي مهمه، اللي جايه دي مهمه. تبلغ تكلفة العينة الواحدة 9500 جنيه، يعني نقول 10000 جنيه. تبلغ تكلفة العينة الواحدة 10000 جنيه بالمواصلات والطريق واللي احنا رايحين جايين. 9500 جنيه عشان ابقى راجل برضو ايه بقولها بالظبط. تبلغ مديونية المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لدى اتحاد الكرة كام يا اولاد؟ 6.7 مليون جنيه لم يسددها الاتحاد حتى الآن، رغم تحصيل نسبة المنظمة من نسبة توثيق عقود اللاعبين كما هو منصوص في اللائحة. يعني ايه الكلام ده؟ معناه ايه؟ لجنة مكافحة المنشطات
او منظمه مكافحه المنشطات بتروح تاخد عينات من اللاعبين، العينه الواحده ب 9500 جنيه. طيب انا المفروض اخد فلوسي من مين؟ باخد فلوسي انا مكافحه المنشطات، باخد فلوسي اللي انا بصرفها دي او العينات دي من اتحاد الكوره. اتحاد الكوره ما دفعش 6.7 مليون جنيه لمكافحه المنشطات مديونيه عليه. فده معناه ايه؟ معناه انه مش صباح الخير يا جماعه، ما تروحوا كده شوفوا لنا لاعبي النادي ده كله، اعملوا لنا عليهم عينات. يعني بقى نجيب 30 لاعب كده مثلا، ال 30 لاعب دول في 10,000 جنيه ف 300,000 جنيه على الفرقه. فالعمليه مش سهله كده، الموضوع مكلف، الموضوع مكلف برضه، مش بي سي ار، فاهم؟ الموضوع اقل بكتير، موضوع بفلوس كتير. فاحنا برضه بنستسهل، اللي هو ايه يعني، طب ما تعدي كده على لعيبه النادي ده كله شوف لنا بقى بياخدوا منشطات كلهم ولا لا. لا، عشان كده بيعملوا ايه في المباريات؟ يروح ياخد لاعب او اتنين عينات عشوائيه، وهي اصلا مبنيه في العالم كله على مبدا المفاجاه، لازم افاجئ. وهقول لك حاجه، مجرد توقع بس، دي حقيقي بلا اي معلومه، يعني كل اللي فات ده دي معلومات مؤكده 100%، معلومات، لكن اللي هقوله ده مجرد توقع. تاني، مجرد توقع مش حاجه مبنيه على اي معلومه، او حتى مثلا حد قال لي كلمه قال لي ممكن نعمل كده وما نعملش كده، لا ما اعرفش. بس بما انها مفاجاه، وبما ان الناس كلها مستنيه مكافحه المنشطات دي هتعمل ايه في مباراه الاهلي والزمالك، فممكن اصلا في مباراه الاهلي والزمالك ما نلاقيش منظمه مكافحه المنشطات موجوده في المباراه دي، عشان بطبيعه الحال الكل هيبقى عامل حسابه في لاعبي الفريقين، وخلاص ما كله بقى هيقول لك ايه، طب اروح كده هرمي عينات على الارض، ما كله اكيد عامل حسابه. هي الفكره في الموضوع ده انه يبقى مفاجاه. فاحنا عاملين نقول للناس ايه، لو سمحتوا روحوا خدوا عينات في مباراه الاهلي والزمالك، يعني لو سمحتوا يا جماعه في لعيبه في الزمالك، في لعيبه مش عارف فين، وفي الاهلي، وفي لعيبه وبالاسم، دول واخدين منشطات. طيب ما حتى لو هم واخدين منشطات هيعملوا حسابهم بقى. ما اعرفش طبعا التفاصيل الطبيه، مش بحب اتدخل قوي في الكلام ده، بس هم شغلهم مبني على مبدا المفاجاه بس كده. دي حكايه المنشطات من اولها لاخرها، بس حبينا نجيبها لحضراتكم النهارده بمعلومات، بمعلومات حقيقيه، مش نقعد كل واحد عايز يقول حاجه فيها يقولها وخلاص. نادي الزمالك في الساعات اللي فاتت قرر تعطيل انضمام سامسون اكينولا الى النادي الاسماعيلي على سبيل الاعاره لنهايه الموسم، لحين معرفه الموقف النهائي بالنسبه للنيجيري جون ايبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا. في حال فشل الزمالك في ضم ايبوكا هيستمر سامسون اكينولا، لكن لو ضم ايبوكا هيسيب سامسون اكينولا الى النادي الاسماعيلي. اللي عرفناه ان امير مرتضى منصور المشرف على الكره في النادي الزمالك يعني تدخل في البدايه في المفاوضات مع سيراميكا كليوباترا عشان يحسم ضم ايبوكا، بعد ما كانت المفاوضات بين رئيسي النادي فقط. ده الوضع. النادي الاهلي دخل هو كمان في مفاوضات مع المهاجم الغيني سوري كابا لاعب نادي ميتلاند الدنماركي، والبوركيني محمد كوناتي لاعب نادي اخمات الروسي للتعاقد مع احدهما في فتره الانتقالات الشتويه الحاليه، حال فشل التعاقد مع المهاجم البرازيلي جوستافو لاعب نادي جيمبونج يونداي الكوري الجنوبي. ده فيما يخص التطور في مفاوضات الاهلي مع مهاجم، واسماء كثيره تطرح، اسماء جديده كثيره تخرج من النادي الاهلي او من كواليس النادي الاهلي. حتى الان لم يحسم النادي الاهلي تعاقده مع مهاجم اجنبي جديد. بعد الفاصل هيكون معايا زملائي الاعزاء محمود شاكر وفاروق عصام وابراهيم جاد، نتكلم كلام كتير جدا عن مواجهه السبت، كيف يلعب الاهلي، كيف يلعب نادي الزمالك. خليكم معانا بعد الفاصل، نواصل ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، يشرفني وينورني في هذه الفقره المحببه دائما الى قلبي اصدقاء اعزاء جمال لطاف لزاز، قبل مباراه القمه امام الاهلي، ما قمه بين الاهلي والزمالك، الزمالك والاهلي، عشان دايما يقول لك ما تقولش الاهلي والزمالك، قول الزمالك والاهلي، الواحد بقى يقول حاجات غريبه. هو ماتش مين الاول؟ الزمالك. يبقى الزمالك والاهلي. الزمالك والاهلي.
مش عشان بس ما نقول اهلي وزمالك زمالك واهلي كله يبقى مبسوط. مشرف يا محمود حبيبي يا كريم زميل عزيز محمود شاكر وحشني جدا وانت اللي وحشني جدا وسعيد ان انا معاك ومع طبعا فاروق بقى لنا كتير ما طلعناش اول مره مع ابراهيم فاروق عصام كان بيتقل علينا تمام قرر يعيش كاس العالم لوحده قرر يعيش كاس العالم يستمتع بيه لوحده اعاره 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 حبيبك يا كريم وحشتني عامل ايه يا روق اخبارك كريم وحشتني وبتشرف ان انا مع ابراهيم اول مره وشاكر وحشني جدا وايضا الصديق العزيز ابراهيم جاد يعني راس الحربه بتاع البرنامج دوت محلل واعداد عظيم جدا ازيك يا كريم الحمد لله زي اخبارك ايه زي الفل الحمد لله كله حلو زي الفل يا رب دايما طيب مباراه الاهلي والزمالك قبل ما اتكلم عنها يصح اللي حصل في ميلان النهارده ده مفاجاه كبيره جدا انتر كسب ميلان يا جماعه النهارده 3-0 في السوبر الايطالي صح لا بس يعني ما الواحد ما بقاش فاهم الكره في ايطاليا بس الانتر يبقى برضو هو الوحيد اللي كسب نابولي وهو اللي كسب برضو السوبر فالانتر رقم مهم جدا في ايطاليا مهما كان يبقى الانتر فاروق انت بتشجع اليوفي صح يعني بحب اليوفي بتحب اليوفي بشجع مانشستر يونايتد شال 5 وسبت الميلان اتفرجت على مانشستر يونايتد ما دوست على كلمه 5 اليوفي اللي شال 5 بلاش بقى عشان في ناس هتزعل على كريم هنا قاعده انا مش هقول لابراهيم ده يعني اللي هو يوفنتوس هو هوبا لا انا كنت بتفرج على مانشستر اللي جابنا ايطاليا هنا احنا الناس جايين على ايطاليا الماتش رايح 1-0 ومانشستر مستحوذه وتمام الدقيقه 90 النهارده ما كسب بلد فاول في الدقيقه 90 انا داخل الهوا اصلا والماتش 1-0 وزي الفل ومانشستر يونايتد عامل ماتش خد بقى القنبله يا كريم كازيميرو مش هيلعب ماتش ارسنال خد انذار والله قنبله بقى فنشوف بقى يحصل ايه مانشستر رجع تاني خامس يعني انا جيت اركز عليك في ايطاليا تنكد عليك مش عارف يا كريم والله يعني انت قلت لي 5 وبتاع شفت الخبر على طول طيب. محمود ماتش الاهلي والزمالك اللي جاي الكلام على فكره انه الاهلي في حاله معنويه افضل في حاله فنيه افضل فالمباراه مضمونه للنادي الاهلي الزمالك في حاله غير جيده فنيا في المباريات الاخيره على مستوى النتائج وعلى مستوى الاداء وراي اخر يقول لك انه الزمالك لو دخل المباراه ديت مش هو المرشح للفوز بيقدر يكسب والعكس صحيح لو الزمالك داخل مرشح للفوز بيخسر انت شايف المباراه دي ازاي انا شايف كريم ان الاهتمام بالنواحي النفسيه في المباراه دي هو لازم يبقى بنفس ذات الاهتمام بتاع النواحي الفنيه لان النواحي النفسيه هي اللي هتخلق لك الدوافع والدوافع يا كريم هي اللي مهمه جدا الفتره اللي جايه في الماتش ده عشان خاطر كذا حاجه اول حاجه الدوافع عند نادي الزمالك كلنا عارفين ما قبل المباراه ظروف ما قبل المباراه وعواقب ما بعد المباراه نادي الزمالك بيمر بحاله ترنح كبيره بقاله اكتر من 6 مباريات ما كسبش غير مباراتين وتعادل 3 وخسر 1 خسر 2 برضو المباراه الاخيره بتاعت بيراميدز ولكن لو احنا فكرنا ان ازاي نادي الزمالك يطلع من اللي هو فيه ده مفيش غير حل واحد وهو ان هو يكسب النادي الاهلي في مباراه القمه يوم السبت عاوزك كريم نقارن ما بين لا ايه اللي يحصل لو نادي الزمالك خسر المباراه وايه اللي هيحصل نادي الزمالك كسب المباراه نادي الزمالك كسب المباراه انت بتتكلم ان انت بتستعيد الثقه مره تانية في الاداره الفنيه كلها اللعيبه هتقدر تفوق بشكل كبير جدا هيبقى فيه هدوء وثقه فرق النقاط إيه؟ بالظبط فرق النقاط هيقل ما بينك وما بين النادي الاهلي وفي نفس الوقت انت زي ما بقول لك خلاص بقى بتبقى دي نقطه التحول والظروف شبيهه لظروف السنه اللي فاتت لما مباراه 2-2 كانت التيرنينج بوينت بتاع نادي الزمالك وقدر ان هو يكسب الدوري ولكن تتخيل لو نادي الزمالك خسر المباراه لو بس قبل ما عاوز اكلمك في ظروف الزمالك بعد كده اكلمك على الاهلي لو الزمالك خسر انت بتتكلم ان بنسبه كبيره جدا ممكن تشوف استقاله او اقاله من فيريرا ممكن تشوف نادي الزمالك خلاص الجاب هيزيد بينه وبين النادي الاهلي فبالتالي هتشوف ان خلاص الموضوع بقى بعيد شويه فممكن نادي الزمالك يبدا ينزل المنحنى ينزل اكتر من كده فهي عنق زجاجه بالنسبه بس انا اختلف في النقطه دي يا محمود في حاجه انه حتى لو الزمالك خسر هذه المواجهه وزي ما انا دايما اقول ان مباراه قمه 50-50 ما فيهاش اكيد يعني الاهلي ممكن يخسر والزمالك ممكن يخسر وده يكسب وده يكسب بس حتى لو الزمالك خسر ده مش معناه انه الدوري خلص ولا انه الاهلي حسم الصداره بس الفرق هيزيد يعني الزياده اللي باقي المباريات يعني تقول انه لا ممكن يرجع الزمالك هي القصه كلها كريم في الظروف اللي قبل الماتش انت بتتكلم في 6 ماتشات فيهم مشاكل كتيره جدا وبتسمع كلام كتير ونادي الزمالك مش قادر يكسب وتغيير طريقه اللعب وكلام كتير جدا على الناحيه الثانيه النادي الاهلي برضه لو كسب المباراه
هتفرق معاه بشكل كبير جدا، هيبقى مرتاح وهيفرق هيوسع فرق النقاط ما بينه وما بين نادي الزمالك. دي اول حاجه. تاني حاجه، انت داخل على كاس العالم، دوافع جديده، داخل بروح كويسه، تبقى كسبان الديربي وكسبان الديربي قبل كده في كاس السوبر، فده هيفرق مع النادي الاهلي. فعشان كده بقول لك الدوافع يا كريم عند الفرقتين كبيره جدا جدا، والدوافع دي هي اللي هنشوف اكتر من الحاجات الفنيه والكلام الفني اللي كده هنتكلم فيه، ان الموضوع ده هيفرق ازاي في اللعيبه والروح والرجوله، ودي اللي بفرق اليومين دول يا كريم. خصوصا اخر كلمه عاوز اقول لك عليها، ما بقاش في فوارق كبيره في الدوري المصري، كلنا شايفين الكلام ده كله، فبقى اللي بيلعب برجوله اكتر وعنده عزيمه اكتر وعنده روح اكتر واصرار ان هو يكسب هو اللي يكسب. بأمارة ماتش الزمالك وبيراميدز، ان بيراميدز كان عاوز الماتش اكتر، نادي الزمالك استسهل الماتش من الاول، وبالتالي فنادي الزمالك خرج من البطوله. نخش فنيا، انا بصيت في الساعه دلوقتي لقيت الوقت يروح مننا وانا بتدردش، فايه عايز الحق اخد حاجات فنيه. الاهلي المباراه الماضيه امام سموحه قدم شكل هجومي رائع جدا، تحديدا في الشوط الاول كان الاداء الهجومي رائع جدا. كان ايه السر؟ ايه سر تفوق النادي الاهلي؟ هل ده كان حاجه استثنائيه، ولا ده الشكل اللي ممكن مارسيل كولر يكمل بيه باقي مباريات الاهلي القادمه؟ خلينا نقول انه يا كريم كان في تغيير واضح في طريقه اللعب. انا نفسي اتفاجئت ان مارسيل كولر غير طريقه اللعب من 4-2-3-1 ل 4-3-3 بوجود فخري مع حمدي فتحي في وسط الملعب. خلينا نقول برضو ان كان في توفيق في الهدف بتاع احمد عبد القادر والكوره الخطا الهاني سليمان، وبعد كده حتى الهدف كلها كان فيها توفيق كبير للنادي الاهلي، لكن الاهلي بدا ضاغط بشكل كبير. خلينا نقول حاليا على مستوى العالم 4-2-3-1 ما بقتش موجوده، اغلب الفرق بتلعب بخطط ثانيه. ليه يا كريم؟ لان اللاعب رقم 10 موجود في 4-2-3-1 خلاص عفى عليه الزمن، لسبب واضح ان اللاعب اللي هي الطريقه الافشويه شويه او محمد مجدي افشه، هو لاعب متمركز هو لاعب متمركز دايما سهل رقابته بشكل كبير جدا، غير ان انت لما تسيب المنطقه دي فاضيه ويبقى عندك اثنين لعيبه بيقدروا يتحركوا فيها من وسط الملعب. حتى حمدي فتحي كان متالق بشكل كبير جدا، مش بس عشان عمرو السوليه ما كانش موجود وهو اتحرر هجوميا، لان موجود اليو ديانج دايما حمدي فتحي لما بيلعب مع عمرو السوليه بيبقى هو اللي بيبقى مسنود له المهام الدفاعيه. لما ما كانش موجود عمرو السوليه تحرر، بس مش ده كان سبب تالقه في مباراه سموحه. هقول لك حاجه انا ملاحظها فنيا وتكتيكيا وعايزك تبقى تراقبها المباريات اللي جايه للاهلي. انا اللي بقيت اشوف الاهلي بيلعب 4-2-3-1 ولا بشوفه بيلعب 4-3-3. معظم المباريات الاخيره بما فيهم مباراه سموحه الراجل بيلعب 4-1-4-1 بالظبط، ثبت اليو ديانج والاثنين اللي جنبه دول داخلين، سواء بقى كان محمد فخري وحمدي فتحي عمرو السوليه وقفشه بيخشوا في نص الملعب الهجومي، وتلاقي دايما مش كده، والدليل ان حمدي فتحي في منطقه جزاء سموحه طول المباراه اللي فاتت، ومحمد خيري كان محمد فخري كان قريب منها جدا. فهو بقى مارسيل كولر تصوري فني او قرايتي انه بقى يلعب 4-1-4-1. حتى شفت له صوره متصوره فوتوغرافيا وهو بيكتب، هو بالرسم التكتيكي بتاعه 4-1-4-1. برافو عليك، لان هي مشتقه من مشتقات 4-3-3. يعني احنا عندنا خطط اساسيه اللي هي 4-4-2-4-3-3، وبعد كده في مشتقات منها. بيب جوارديولا على سبيل المثال هو كل الناس تعرف ان هو بيلعب 4-1-4-1، لكن هو على الورق بيبدا المباراه 4-3-3، وبعد كده توزيع اللعيبه بيختلف بيبقى 4-1 بوجود محور ارتكاز اللي هو اليو ديانج، كان موجود فخري وحمدي فتحي، كان في ذكاء كبير جدا في التحرك ما بين فخري وحمدي فتحي، بحيث ان هو لو فخري متقدم في منطقه الزون او منطقه صناعه اللعب بيرجع حمدي فتحي تلقائي وما بيسجدش، والعكس صحيح ان لو حمدي فتحي متواجد وهو اللي راح في الهجمه فخري بيرجع تاني عشان يبقى فيه تغطيه جيده. فهو ده كان التغيير، والمساحه دي حتى بتدي فرصه للاجنحه سواء حسين الشحات او احمد عبد القادر ان هم يخشوا ويتحرروا، لكن في وجود محمد مجدي قفشه او في وجود صانع لعب موجود في الحته دي، لا لاعب الوسط بيقدر يروح ويصنع لعب ولا الاجنحه بتقدر تضم في الحته دي، فدايما وهي فاضيه فرصه لاي حد يطلق، حتى لو راس الحربه رجع لورا هيلاقي المساحه انه الاجنحه هتخش. فاعتقد ان تغيير الاسلوب اللعب ال 4-1-4-1 او 4-3-3 هو اللي سبب الطفره اللي حصلت ضد سموحه. عظيم. عايز اخدك بقى ابراهيم فيما يخص الارقام، الارقام لها دلالات، يعني المباريات الكم او اي مباراه الارقام لها دلالات حتى لو مش هي المؤثره بشكل واضح، ولكن لها دلالات كثيره جدا فيما يخص ارقام مباراه الاهلي والزمالك. خلينا نقول احنا قدام الفريقين احنا مجهزين الارقام لو نعرضها مع بعض. يب. الفريقين طبعا النقاط الاهلي متفوق على الزمالك بخمس نقاط. اللي ملحوظ من الارقام لما يتم عرضها، الاهلي والزمالك بيهدروا فرص كبيره جدا جدا من الفرص اللي بتتاح ليهم. احنا معانا ارقام الزمالك، خلينا نبدا بارقام الزمالك. انا ممكن اقول لك ماشي الزمالك، انا احكي لك انا. الزمالك لعب 13 مباراه، فاز في 7، تعادل في 5، خسر مباراة، سجل 22 هدف واستقبل 7 أهداف. بالنسبة لإحصائيات الزمالك أيضا، الأهداف المتوقعة النادي الزمالك 30.5، الفرص المصنوعة 125، تسديداته 156، تسديداته على المرمى
57% نسبة النجاح، العرضيات 290 والعرضيات الصحيحة 76 بنسبة نجاح 26%. هو ممكن ناخد الزمالك الاول، نتكلم في الزمالك زي ما احنا شايفين. انا هكمل لك بس اللي مكتوب على الشاشه، احمد مصطفى زيزو هدافي او هدافه الزمالك، زيزو 5 اهداف، يوسف السنابيه 4 اهداف، فتوح هدفين، عمرو السيسي هدفين، وامام عاشور هدفين. ناخد الاول ارقام الزمالك، هنشوف الزمالك صنع اكتر من 100 فرصه او 120 فرصه. هتقولنا يا جماعه صناعه تاني بتاعت الزمالك للتسجيل الزمالك. قصادها الزمالك سجل 21 هدف رقم مهول جدا. لما نروح للاكتر بقى دقه، الاهداف المتوقعه الزمالك المفروض ليه عدد اهداف متوقع 30.5 هدف، هو مسجل 21 هدف. ان يبقى الجاب كبير لدرجه 9 اهداف متوقعه مش مسجله، ده دليل على اهدار الفرص بشكل كبير من لعيبه الزمالك. لما نيجي لقائمه الهدافين نفسها اللي بنشوفها، مفيش ولا لاعب من اللعيبه رؤوس الحربه موجود في قائمه الهدافين تماما. لحد سادس هداف مفيش ولا لاعب من رؤوس الحربه. الاثنين فراوده جايبين هدف لكل واحد، هدف لكل واحد. فالنادي الزمالك بيلعب مع سيف الجزيري وسامسون من غير يعتبر راس حربه. الامداد الهجومي كامل من خلال احمد السيد زيزو، امام عاشور، احمد فتوح، هم دول ابرز اللعيبه الهجوميه عند الزمالك وبيعتمد عليهم بشكل كبير. الزمالك بيخلق فرص كتير للتسجيل، لكن اهدار الفرص عند الزمالك كبير، وده مدلوله ان الاثنين المهاجمين بتوعه جايبين هدفين من اول الدوري، وده رقم قليل جدا جدا على فريق بينافس على البطوله وفريق كبير زي نادي الزمالك. فالمدلول قدامنا ان نادي الزمالك بيقدر يخلق فرص، بيقدر يخلق فرص، بيلعب كرات عرضيه كتير جدا 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 ودقتها معقوله. بالمناسبه دقه الكرات العرضيه بتاعت الزمالك معقوله، لكن ترجمه ده كله في الاخر الاهداف ترجمه قليله، وده بسبب جوده راس الحربه او ان لعيبه راس الحربه في الاساس لعيبه مش مناسبه قوي لاسلوب لعب الكرات العرضيه. ده نادي الزمالك. بالنسبه للنادي الاهلي، نروح للنادي الاهلي بعد كده. النادي الاهلي مسجل نفس عدد اهداف نادي الزمالك، نفس العدد 21 هدف. لعب 13 مباراه، الاهلي فاز في 9 تعادل في 4 خسر في ما خسرش ولا مباراه، سجل 22 هدف واستقبل 5 اهداف. الاهلي طبعا اقوى دفاعيا، سجل نفس عدد الاهداف كلها، وبعد كده اشرح لي براحتك. اهدافه المتوقعه 40.59، الفرص المصنوعه 156 فرصه، تسديداته 195، تسديداته على المرمى 68 بنسبه نجاح 35%، العرضيات 274 عرضيات صحيحه 71 بنسبه نجاح 26%. عمرو السولية هداف الفريق 3 اهداف، بيرسيتاو هدفين، كريم فؤاد هدفين، احمد عبد القادر هدفين، علي معلول هدفين، محمد شريف هدفين. احنا اللي قلناه الزمالك هنزوده اكتر شويه على الاهلي. احنا قدام الزمالك كنا بنقول ان قليل جدا الفريق باهدافه المتوقعه. هتقولنا يا جماعه الارقام بتاعت الاهداف المتوقعه تاني وابراهيم بيتكلم. الزمالك 30 هدف مسجل منهم 22، احنا قدام الاهلي 40 هدف متوقع مسجل منهم 22 هدف. رقم بالنسبه للفريق بينافس على البطوله هو رقم بالنسبه لي كارثي، ان فريق يبقى ترجمته للفرص اللي بتتاح لي بالجوده ده رقم كارثي. عدد الفرص المصنوعه للنادي الاهلي عدد كبير جدا جدا على 13 جوله، الاهلي بيصنع فرص كتير جدا لكن ترجمتها لاهداف سيء جدا، وده شفناه ترجم بفقد نقاط زي مثلا ماتش المصري البورسعيدي اخر مباراه في الدوري والتعادل، واضح جدا سوء استغلال الفرص. ونفس اللي قلناه على الزمالك هناك هنقوله على الاهلي، راس الحربه محمد شريف مسجل هدفين، موجود في اخر قائمه الهدافين الـ6 هداف الفريق عمرو السوليه اللي هو لاعب خط وسط، كريم فؤاد اللي هو باك اتحول لجناح، احمد عبد القادر. وهنا ليه بقى هنروح لبيرستاو، بيرستاو ضمن قائمه الهدافين، لعب مباراتين بس اساسي في ال 13 مباراه، سجل قد محمد شريف اللي بيلعب يعتبر كل المباريات اساسي، وده اللي خلى مارسيل كولر اول ما بيرستاو رجع، بس علما ان هو سجلهم في مركز المهاجم، هو اول ما رجع مارسيل كولر اداله على طول في مركز المهاجم المباراتين، وده يفسر لنا ليه هو عمل ده، لان محمد شريف خد 11 مباراه سجل فيهم هدفين، بيرستاو في مباراتين قدر يسجل هدفين وقدر يصنع هدفين بالمناسبه في المباراتين دول. فرق الكواليتي وفرق الانهاء الهجمه الشاسع جدا بين الاثنين ده اللي بيخلي مارسيل كولر اللي يروح لبيرستاو، واللي خلاه في ماتش سموحه راح لكهربا برده وتخلى عن محمد شريف وشاد حسين، هما شبه بعض بيرستاو وكهربا الاثنين تحركاتهم، لو شفنا الماتشين بتوع بيرستاو هتلاقيه بيتحرك نفس زي ما ابراهيم بيقول كده بنفس صحيح. طيب لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، نواصل ان شاء الله، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره اخرى، نتكلم عن هذه المواجهه الكبيره بين الزمالك والاهلي يوم السبت القادم ان شاء الله، قمه الدوري المصري الممتاز. محمود، واحده من الحاجات الملاحظه جدا في طريقه اداء النادي الاهلي ان راجل مارسيل كولر ده بيحب الضغط العالي. انا من اول ثانيه بسم الله الرحمن الرحيم المباراه بدات، ضغط عالي من كل اللاعبين، بيحاول يخلص المباراه بدري، بيشن هجمات قويه جدا لدرجه ان انا بتفرج على المباراه بقول غاره النادي الاهلي طلعت. ف
الطريقه او الشكل ده بيستلزم ايه او بيعمل ايه مارسيل كولر عشان يوصل بالطريقه دي مع النادي؟ قبل ما اتكلم معاك في الحالات خليني اكلمك عن ازاي النادي الاهلي بيلعب ازاي وطريقه الضغط العالي بتاعته بسرعه. النادي الاهلي لما بيجي يلعب ضغط عالي طبعا بيزق كل الملعب للتلت الاخراني بتاع الفريق المنافس والاثنين سنتر باك بيبقوا واقفين وبيبقى مطير احد ظاهري الجنب مش علي معلول ومحمد هاني بس واحد منهم والتاني بيخش جوه عشان يعمل عمق يبقوا ثلاثه موجودين. خطوره الموضوع ده ايه؟ ان انت لما بتلعب فرقه الكواليتي بتاعها في اللعيبه في السرعات عالي بيبقى مشكله عندك لما بتلعب في ظهر الدفاع. نفتكر كده ماتش ايه؟ ماتش الاهلي والزمالك السنه اللي فاتت اللي سواريش كان ماسك فيه اللي كان من حوالي 5 شهور 23 كرة اتلعبت في ظهر دفاع النادي الاهلي لسيف الجزيري الشوط الاولاني بس، وده كان بسبب عدم وجود مين؟ ودي ممكن تبقى مشكله من مشكلات المباراه هتبقى يوم السبت، عدم وجود محمد عبد المنعم. لما العب ضغط عالي اهم حاجه يبقى عندي واحد من الاثنين سنتر باك سريع جدا 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 عشان لما الكره تتلعب في الظهر يقدر يسبق محمد هاني سوري محمد عبد المنعم. ماتش الزمالك اللي بارك عليه اتغلب فيه النادي الاهلي فيه اول ما نزل الشوط الثاني خد كل الكور من زيزو وسيف الجزيري. ولكن النادي الاهلي بقى كريم بيهاجم ازاي وبيضغط ازاي والكلام ده كله؟ النادي الاهلي زي ما قلنا 4-3-3 هنشوف، تعال نشوف بالحالات عشان ايه انا تعال نشوف بالحالات سريعا تعال نشوف بالحالات هتقولنا الحالات. احنا هنجيب الحالات بتاعت مباراه نادي سموحه من الاول خالص. بص هنا نقف بس هنا بالكوره معلش لحظه واحده نرجع بس من الاول خالص 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 ونشوف النادي الاهلي بيلعب ازاي وبيبتدي الهجمه ازاي. اول حاجه هنا عندنا كريم الاثنين سنتر باك الاثنين موجودين ورا ديانج معاه الكوره، فين بقى حمدي فتحي وفين محمد فخري؟ الاثنين هم اللي بيزقوا وديانج هو اللي بيبقى دايما قدام الاثنين سنتر باك عشان يعمل السكريننج للنادي الاهلي. نكمل الكوره هنشوف هنا ديانج هيجي بالكوره، هنشوف بقى دلوقتي محمد فخري هيزق وحمدي فتحي هيزق، نشوف هنا حسين الشحات نكمل بالكوره عادي في المباراه العادي. بص مين زاد هنا معايا، بس اقف لحظه بقى اقف لحظه عاوز اوريك يا كريم كم الزياده العدديه الرهيبه للنادي الاهلي جوه ال18. مين الرقم 9 ده؟ احمد عبد القادر، ده الوينج ليفت بتاع النادي الاهلي. لو الكوره في الناحيه اليمين على طول هتلاقي الوينج ليفت داخل جوه منطقه ال18. مين جوه كمان جوه منطقه ال18؟ حمدي فتحي هتلاقيه زايد. مين كمان عندنا؟ حسين الشحات اللي هو الوينج اللي بيلعب اللي ناحيته اللعب الكوره، ومحمود كهربا فرود النادي الاهلي. بص بقى عاوز اسالك سؤال، فين علي معلول؟ علي معلول مش موجود، ودي دايما اللي النادي الاهلي بيعملها. لو حمدي فتحي زاد لحد الاخر علي معلول هيقف، لو محمد هاني زاد لو علي معلول هو اللي زاد محمد هاني هيقف. نشوف نكمل الكوره هنا بتتلعب بقول لك، وكانت الكره الثانيه لحمدي فتحي. شوف الزياده العاديه جوه منطقه الجزاء، هو ده اللي النادي الاهلي بيحاول يعمله دايما علشان يضرب التكتلات الدفاعيه في الكور العرضيه. نبص هنا برضو على الاعاده يا كريم، هتشوف بص هنا بص على حمدي فتحي بيدخل جوه منطقه الجزاء وكهربا قاطع واحمد عبد القادر وحسين الشحات، زياده عدديه رهيبه بحيث ان السكند بول الكره الثانيه دايما بتبقى من نصيب النادي الاهلي، وده اللي شفناه في الجون الثاني للنادي الاهلي. نكمل الحالات هنا برضو نفس الحاله اللي بعدها. بص يا كريم هنا مين هنا نزل؟ عاوز بقى اقف لحظه واحده بقى معلش، هنا دلوقتي علي معلول مش في الكادر، محمد هاني مش في الكادر، مين اللي موجود عندنا ناحيتنا هنا يا كريم؟ هو حمدي فتحي. حمدي فتحي هنا بيقوم بدور التغطيه مكان حمدي مكان علي معلول اللي بيزيد، ودي الحاله الوحيده اللي بتلاقي فيها الاثنين ظاهرين بتوع النادي الاهلي موجودين، بتلاقي واحد من الثلاثه اللي في نص الملعب خصوصا حمدي فتحي اللي بيرجع يغطي مكان علي معلول. نكمل الكوره برده، ديانج هو اللي واقف تحت قدام السنتر باك وهو اللي هيبتدي الهجمه يا كريم. نتفرج هنا شوف ديانج بيبتدي الكوره، حمدي فتحي هو بص هو اللي موجود، بص علي معلول هنا عندنا في الكادر تحت خالص ده، بس عشان كده حمدي فتحي هنا مأمن المكان بشكل كبير جدا. بتتلعب برده الكوره تاني للنادي الاهلي، وعاوز اوريك برده نقف برده قبل ما الاوفر يتلعب برده حسين الشحات الوينج المقابل للناحيه الثانيه هو اللي بيقوم بالزياده العدديه، وكنت برده هتشوف ان محمد فخري هيحاول يخش جوه الملعب عشان الزياده العدديه. الكوره اللي بعدها بسرعه عشان معانا الحاله اللي بعدها سريعا، احنا معانا بس ثلاث حالات يلا اللي بعده. هنا كريم اعتقد ده دي برضو حاله ثالثه، عاوز اقول لك بص برضو هنا ادي حمدي فتحي معاه الكوره لحظه، حمدي فتحي لعب الكوره علي معلول، حمدي فتحي رجع فين؟ كمل حمدي فتحي رجع تاني مكان علي معلول، وعلي معلول عمل الزياده العدديه. لعيب ذكي جدا طبعا. وبتشوف هنا برضو كهربا وحسين الشحات ومحمد فخري بيقوموا بالزياده في نص الملعب. فطريقه النادي الاهلي دايما يا كريم زي ما بنتكلم ان هو دايما الناس بتاعت نص الملعب بتخش تعمل الزياده العدديه مع انضمام الاجنحه الى داخل منطقه ال 18. ممكن بقى انا بمناسبه حمدي فتحي انا ممكن لعيب ذكي جدا، انا عجبني جدا في ماتش سموحه، ولما كولر اصر ان هو حتى لو الاصابه تحتمل انه يشارك وفي مقامره شويه ان هو لا هيشارك لانه مهم جدا، ويمكن حتى الاهداف في ماتش سموحه معانا لو معانا الاهداف هوريك هو ازاي انتشاره مثالي،
هو في السكند بول في الهدفين الثاني والثالث قلنا يا جماعه الاهداف لو في الاهداف موجوده في الانشار هو قريب جدا لان هو متوقع ان سكند بول هتنزل وهو اللي هياخدها وقدر ياخدها في الهدفين الهدف اللي سجله وبعد كده الهدف اللي ساهم فيه فهو لاعب ذكي جدا حتى كان في كوره ده هنشوف اللقطه هنا ده الهدف الاولاني ده لا احنا عايزين الهدف الثاني والثالث الهدف الثاني والثالث الهدف الثاني والثالث بالظبط بص حمدي فتحي هنا موجود فين ومتابع الكوره السكند بول دايما في النادي الاهلي كويسه جدا لان هو موجود كهربا متوقع ان الكوره هتنزل له وفعلا لما نزلت له حمدي فتحي كان قريب منه وقدر يسجل الهدف الاول كمان بالظبط وفي الهدف الثالث هي الكوره تقريبا كمل اللعب هات اللي بعده بقى بالظبط الهدف الثالث هي الكوره تقريبا شبهها لان السكند بول ده دي اهميه السكند بول في الكوره يا كريم ان دايما لو انت موجود وهتاخد الكوره هتتفتح لك مساحات لان اللعيبه دايما بتبقى مشغوله بالكور العاليه لو بص هنا السكند بول عمل ايه حمدي فتحي خد الكوره وقدر يلعب الكوره اماميه هو شبه هو اللي صنع الجول وهو عمل كل حاجه وده ذكاء كبير منه وحتى في واضح التعليمات كولر لحمدي فتحي كانت واضحه جدا في المباراه دي لو معانا لقطات بعد كده لكوره حمدي فتحي لما بنى اللعب تعليمات واضحه جدا بالتحرر الكبير مش موجود عمرو السوليه مش موجود محمد مجدي قفشه فانت تقدر تتحرك بشكل كبير لقدام وتفتح مساحات وتاخد الكوره وتنطلق وفي كوره هو بداها من ورا خلينا نكمل نكمل الحالات هنا الكوره دي الحاله اللي انت اتكلمت عليها يا شاكر دايما حمدي فتحي تغطيته في منطقه الجزاء لانه هو مميز بالكرات الراسيه بالظبط مميز بالكرات الراسيه وعنده ذكاء كمان في التحرك دايما حمدي فتحي كان محصور ان هو لاعب دفاعي او لاعب ارتكاز لا هو حمدي فتحي اجاد جدا في البوكس تو بوكس طبعا وهنشوف حتى اللقطات كمان نكمل الحالات نعرض اللقطه اللي بعديها نجيب الاعداد بقى على طول خلينا نشوف اللقطه اللي بعديها كمان هتشوف ازاي هو بنى الهجمه بشكل مثالي بس هو بيقول مفيش تاني خلاص مفيش تاني طيب خلاص هو لاعب مثالي في بناء الهجمه واعتقد ان كولر اكتشفه في مركز البوكس تو بوكس وبعد كده هياخد من عمرو السوليه في المركز ده لان وجوده مع ديانج كمان حرره بشكل كبير جدا صح. هذه القوه الهجوميه للنادي الاهلي يا ابراهيم والضغط العالي اللي بيعمله النادي الاهلي اكيد بطبيعه الحال ممكن ينتج عن ريسك بعض الفراغات الدفاعيه ازاي الاهلي بيتعامل مع هذا الامر هو الاهلي عنده مشكله رئيسيه كبيره جدا بما ان مارسيل كولر من اول يوم ليه مع النادي الاهلي بيعتمد على الضغط العكسي السريع جدا اول ما بيفقد الكره ودي من مميزات حمدي فتحي برضو اضافه لكلام فاروق ان اول ما بيخسر الكره بيقدر يضغط ضغط عكسي قوي جدا بس مشكله الاهلي الترحيل خط الدفاع مع خط الوسط في حاله الضغط العكسي مش ما بتمشيش بافضل شكل ممكن بمعنى ان المفروض خط الوسط لما يطلع يضغط الضغط العكسي اول ما تفقد الكره خط الدفاع لازم يرحل وراه على طول ويضيق المساحه دي الاهلي عنده مشكله كبيره جدا في المساحه اللي ما بين خط الوسط وخط الدفاع في حاله الضغط العكسي السريع بيبقى اليو ديانج لوحده اللي موجود على الدايره واوقات كمان اليو ديانج بيطلع في الضغط العكسي بتبقى في مساحه كبيره جدا ما بين الخطين لو جبنا الحالات اللي احنا محضرينها الصور بص كيمو الصوره اللي معانا اهي مساحه كبيره جدا عشان اليو ديانج طلع يضغط مساحه كبيره جدا قدام لعيبه من اول الماتش الاسماعيلي من اول الموسم عندنا المشكله دي مساحه كبيره للاعيبه الاسماعيلي ان هي تعمل تحول سريع جدا بمجرد كسر الضغط العكسي للنادي الاهلي نجيب الحاله اللي بعديها ماتش الاسماعيلي برضو بص مساحه بص ديانج طلع يعمل الضغط العكسي مع لعيبه الاهلي كان المفروض في الحاله دي دفاع الاهلي يطلع يتقدم خطوتين لحد خط النص عشان يضيق المساحه دفاع الاهلي ما بيطلعش الخطوتين دول بالتالي في المساحه اللي احنا معلمين عليها بالاحمر دي مساحه كبيره يتضرب فيها الاهلي بسهوله لو الضغط العكسي بتاعه فشل يقدر اي فريق يضرب الضغط العكسي بتاعه الحاله اللي بعديها هنلاقي ده بيتكرر نفس الكره برضو في ماتش الاسماعيلي اللي بعده دي عايزه كوره تمريره تضرب الخطوط دي تبقى خطر بالظبط هنا اللي احنا اللي كنا بنتكلم عليها ال 4-1-4-1 زي ما احنا شايفين الفريق واقف الثلاثه واقفين على خط واحد الضغط العالي دفاع الاهلي ما رحلش معاهم ان هو يطلع لقدام عشان يضيق المساحه بقت في الزون اللي ورا دي كلها البوكيت ده كله فاضي اي لعيب من المصري يقدر ينزل يستلم في المساحه دي يقدر يشكل خطوره جدا ويكسر ضغط الاهلي بسهوله كبيره جدا والحاله دي اتكررت بعديها في الكوره اللي بعديها على طول نفس الحاله لما نروح للحاله اللي بعديها لنفس الحاله لعيبه الاهلي طالعه برده بتضغط ضغط عالي عشان تجيب الكوره بشكل سريع في مساحه كبيره جدا ما بين خط الوسط وخط الدفاع وهنا المصري لاعب اثنين لعيبه من المصري واقفين في الزون دي الكوره دي كانت خطيره جدا على النادي الاهلي لان ضغط الاهلي اتكسر بيها الكلام ده مستمر معانا في ماتشات الاهلي كلها يعني في الكوره دي كمان اهو في ماتش المصري شوف قد ايه يا كريم المساحه اللي ورا خط الوسط
فهي الدفاع مش ظاهر اصلا في اللقطه بالظبط. فالاهلي عنده مشكله كبيره جدا في ترحيل خط الدفاع مع خط الوسط، بيبقى في حالات اليو ديانج واقف لوحده، بيبقى حواليه مساحه ناحيه اليمين وناحيه الشمال، وفي اوقات تانية اليو ديانج كمان بيطلع في الضغط العكس عشان يحاول يجيب الكوره، فبيبقى في مساحه كبيره جدا. فدي اللي هتواجه مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي في ماتش الزمالك لو فضلت المساحه دي موجوده، لان سيف الدين الجزيري كمهاجم بيقدر ينزل يستلم في المساحه دي، يقدر يسبب خطوره للاهلي، لان هينزل معاه مدافع من مدافعين الاهلي عشان يسد الفراغ دون، فهيسيب فراغ اخر في الدفاع فهتبقى مشكله كبيره جدا. في اكتر من سيف الجزيري، زيزو ويوسف اسامه نبيه وامام عاشور ولاعيبه كتير جدا. فدي نقطه ضعف كبيره عند النادي الاهلي، اتضرب منها الاهلي في اكتر من كره وسببت خطوره كبيره على النادي الاهلي بسبب المساحه ما بين الخطين في الترحيل ما بين لاعبي الاهلي. احنا لسه مكملين مع حضراتكم كلام اكتر عن نادي الزمالك بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. طيب محمود، بالنسبه لنادي الزمالك كان في اخطاء وبعض المشاكل الفنيه في المباريات الماضيه، ازاي الزمالك يقدر يتلافاها في مباراه النادي الاهلي؟ تعال اقول لك ايه اكبر مشكله عند نادي الزمالك موجوده دايما في الحاله الدفاعيه، وهي عدم مسانده ظهير الاجنحه بتاعت نادي الزمالك لظهيرين الجنب، وخصوصا ان انت بتلعب دلوقتي اربعه ما بتلعبش ثلاثه، فبقى عندك مساحات كبيره شويه، فدي بتبقى الازمه اللي موجوده دايما عند نادي الزمالك. لو نشوف بالحالات عندنا مثلا مباراه الزمالك وبيراميدز، هنشوف الحاله يمكن في الشوط الاول ما اعرفش ايه موجوده. بص هنا كريم، دي هنا بص كريم حافظ، عاوز بس اسالك سؤال هنا برضو، دي ده اعتقد ده الهدف، لو نجيبها من الاول بس شويه، اعتقد ده الهدف بتاع نادي الزمالك نادي بيراميدز ما هي في الاول كده. طيب نقف بس هنا عاوز اقول لك، بص هنا نادي البيراميدز اللي هو المفروض اصلا ناقص منه عدد، عاوز اوريك المفروض يعني في زياده عدديه لنادي بيراميدز، عنده خمس لعيبه قدام بالظبط، خمس لعيبه من نادي الزمالك، فين بقى الاجنحه بتاعت نادي الزمالك؟ ودي المشكله اللي كنا بنقول عليها لشيكابالا، ما ينفعش من اول مباراه، لان الورك ريت بتاع اول مباراه بيبقى عالي جدا جدا بدنيا، فهو ما يقدرش يقوم بالدور ده، زائد ان زيزو ساعات بيبقى كسلان برضو ان هو يرجع. هنا فين الوينج رايت بتاع نادي الزمالك؟ زيزو مش موجود في الكادر، يا دوبك بيجي من الناحيه الثانيه، كان يوسف اسامه نبيه مش موجود في الكادر وبيرجع متاخر جدا جدا. نكمل الحالات، وهنا بيراميدز بيهاجم بكل الباكات بتاعته، ودي طريقه شبيهه للنادي الاهلي لما بيعمل زياده عدديه زي ما انت بتشوف اهو، يعني الكوره بتتلعب من محمد حمدي الباك ليفت للباك رايت بتاع نادي بيراميدز، وتعدي على كل اللعيبه ويجي الهدف. حاله تانية برضه اوريك برضه مدى البطء في الارتداد الدفاعي للاجنحه. نشوف الحاله اللي بعدها، نفس الكلام هنا برضه. بص يوسف اسامه نبيه اقف لحظه واحده، بص يوسف اسامه نبيه فين، وبص برضو نفس الكلام احمد فتحي اتحرك، زيزو سرحان مش مركز خالص. نكمل الكوره اللي كان فيها خطوره بشكل كبير جدا، طول ما انت ما بتعملش المسانده الدفاعيه يا كريم، بالتالي ايه اللي هيحصل؟ الاثنين سنتر باك والباكات بتاعتك هتطلع بره المكان عشان تغطي على المساحه، فاول ما تطلع بره المساحه بتاعتك، تطلع بره بيتك، هيتكشف مساحات كبيره جدا. كل ده بسبب ايه؟ شوف يا كريم الهجمه لغايه كانت هتخش جون، ولحد دلوقتي ما شفناش في الكادر لا الوينج رايت ابراهيم عادل لو اداها لاحمد فتحي بالظبط، واحمد فتحي جاي المفروض هنا، مين اللي جاي مع احمد فتحي؟ المفروض اللي جاي معاه الوينج ليفت بتاع نادي الزمالك، ولكن بقول لك كان في كسلان بشكل كبير جدا موجود في الاجنحه بتاعت نادي الزمالك. فدي من الاخطاء اللي لازم نادي الزمالك ياخد باله منها، لان احنا لما شفنا بطريقه النادي الاهلي بيقوم دايما بالزياده العدديه، ودايما الباك بيزيد عشان يعمل الدبل باس مع الاجنحه، ويبقى في دايما زياده عدديه جوه ال 18. دي نقطه مهمه جدا لازم نادي الزمالك ياخد باله منها. رغم العيوب الواضحه في الامور الدفاعيه بالنسبه لنادي الزمالك او حتى الامور الهجوميه، بس تبقى قوة كبيرة، قوة غشيمة نادي الزمالك، الكرات الثابتة الهجومية بتبقى نقطة إيجابية بالنسبة للنادي. سلاح يعني حاليا سلاح فتاك في الموسم ده بقى السلاح الوحيد. صح. خلينا نقول إن في الموسم ده، في الموسم اللي فات كان في ترانزيشن بيحصل ما بين زيزو وإمام عاشور، وكان في شغل بيحصل هجومي، في الموسم ده حاليا هو السلاح الوحيد هو الكرات الثابتة، دايما الزمالك لو في أهداف بيتقدم بالكرات الثابتة، فخلينا نشوف الزمالك بيلعب الكرات الثابتة إزاي من حالات مباراة بيراميدز، هدف مباراة بيراميدز وهدف في مباراة الداخلية، التعادل بتاع عبد الغني في الدقايق الأخيرة، خلينا نشوف الأهداف لو معانا نعرض الأهداف. هو دايما الزمالك بيعتمد على الكثافه في الايام القريب، دايما في ثلاثي موجود. شفنا الاهداف، ده هدف بيراميدز، شفنا نفس الكوره ده حسام عبد المجيد، وقبليه في ماتش
الداخليه في ماتش الداخليه كان عبد الغني وقبليهم طبعا كان المتخصص الونش في ماتش اسوان برضه حسام عبد الجديد جابه بالظبط. الاختلاف ده بيدل انه في حاجه بتتعمل وده دي ميزه فريرا لان هو مدرب اكاديمي فبيعرف يوقف اللعيبه ازاي في الكرات الثابته وبيحفظهم. لكن خلينا نقول ونتكلم ان الزمالك ما كانش هينجح او مش هينجح في الكرات الثابته وكل الفرق دلوقتي بقى عندها محللين اداء للكرات الثابته مش هتنجح الا في وجود زيزو او في وجود المنفذ الجيد للكرات الثابته، المنفذ اللي يقدر يوصل لك الكوره مكان ما انت اتدربت. كل مره زيزو بيقدر يوصل الكوره في نفس المكان اللي حصل فيه تدريبات. خلينا نشوف الهدف الثاني كمان في نفس المكان اللي بتحصل فيه تدريبات ودي حاجه مش سهله ابدا ان كل الكور تكون من زيزو اللي اعتقد ان هو مش بس واحد من افضل اللعيبه اللي بترفع الكوره في مصر هو على مستوى العالم. زيزو بيرفع الكوره بشكل مختلف تماما لان هو بيعمل فيها السكرو بحيث ان هي تروح في قوه مناسبه بالظبط في مكان كويس ان انت تقدر توجهها. فيعني مين ما يتمناش زيزو يرفع له الكورنر. تعقيب سريع بس يا كريم على موضوع الكوره الثابته ده، نادي الزمالك يعني حتى لسه بتكلم مع ابراهيم قبل الهوا هو وفاروق، نادي الزمالك بيلعب على الكور الثابته بنفس الطريقه لحسام عبد المجيد على البعيده طول السنه من اول الموسم ما بدا الموسم اللي فات، وبرده مفيش حد قادر ان هو يعني يتخلص من الازمه دي قدام نادي الزمالك وبرده بتخش جون فيه، فده شيء غريب جدا بصراحه. دقه زيزو يعني دقه زيزو في الزمالك في أكتر رائع. اكتر فريق سجل اهداف من الكرات الثابته اضافه على كلام فاروق، 4 أهداف الموسم ده من كرات ثابته. من الموسم اللي فات الزمالك متفوق جدا في الكرات الثابته وخلصت له ماتشات كتير، الحضر الذهني ماتش فاركو على سبيل المثال، ماتش فيوتشر، فالزمالك قادر يستغل دون كسلاح او زي ما فاروق قال تحول انه بقى السلاح الوحيد الموسم ده تحديدا، والتركيز دايما بيحاولوا يفرغوا لاعب من عبد الغني او الونش او حسام عبد المجيد في الست ياردة بان زي ما فاروق شرح ان بالكثافه اللي قدام وزيزو بالظبط وزيزو. بما ان ده السلاح الوحيد، ايه الحاجات السلبيه اللي ممكن الزمالك يتداركها في مباراه الاهلي؟ هو محمود قال نقطه مهمه، تغطيه الجناحين مع الاظهره. انا بقى اشوف كمان مع التغطيه دي في مشكله كبيره جدا عند الزمالك في الترحيل ما بين لعيبه الوسط عشان تغطي على، يعني الزمالك بيلعب 4-3-3 في ثلاثي خط وسط، المفروض حتى لو الجناح ما عملش دوره الدفاعي ممكن وسط الملعب المساند اللي ناحيه الكوره بيبقى فيه عمليه ترحيل دايما ان هو يغطي المساحه دي، ده ما بيحصلش في نادي الزمالك خالص. الثلاثي الوسط ملتزم بوسط الملعب تماما، فالزمالك بيتضرب من الاطراف بشكل متكرر بشكل كبير جدا. كمان الزمالك عنده مشكله في التغطيه العكسيه من الظهير العكسي، دايما بيبقى فيه مساحه وراه كبيره جدا جدا لان دايما سواء حمزه المسلوسي او الناحيه الثانيه محمد عبد الشافي او احمد فتوح بيضموا للعمق زياده عن اللزوم شويه. لو عرضنا الحالات بتاعه الزمالك يلا هنشوف قد ايه دايما بيبقى فيه موقف 2-1 من لعيبه الخصم على الزمالك في الهجمه، ودايما بيبقى فيه مساحه الناحيه الثانيه كمان في التغطيه العكسيه زي ما احنا شايفين معانا. بص التغطيه الناحيه الثانيه كريم فيه 2 من لعيبه الداخليه رايحين من غير رقابه اي لاعب منهم، لا لعيبه وسط الملعب عاملين التغطيه ولا والمسلوسي زي ما احنا شايفين داخل للعمق جدا ففي مساحه في ظهره. الكره دي اتلعبت عرضيه وصلت لحد اخر واحد على الارض وكانت فرصة هدف محقق للداخلية. لو رحنا للكرة اللي بعديها دي نقطة قوة الأهلي كمان يا إبراهيم، إن دايما موجود صغير أو جناح عكسي موجود دايما زيادة العددية، إن دايما النادي الأهلي بيتخش بأربعة وخمسة جوه الصندوق بالظبط. هنا في الحالة اللي زي دي شايفين لاعب الوسط وحمزة المسلوسي واقفين الاتنين قريبين جدا جدا من بعض وسايبين المساحة اللي جنبهم فاضية خالص زي ما احنا بنقول، مفيش ترحيل مناسب إن لاعب الوسط يقدر يعوض الجناح اللي ما بيرجعش دون فهم يرحلوا مع بعض. في اتنين لعيبة واقفين فعلا يعني جنب بعض جنب بعض لما الكرة اتلعبت كمان. لو كملنا الهجمة دي يعني نكمل الصورة اللي بعديها، الكرة وصلت للاعب بص الناحية العكسية اللي احنا بنتكلم فيها كريم، اللاعب الداخلية منطلق فاضي خالص، الكرة لو اتلعبت له كرة عرضية خلاص فرصة هدف محقق للداخلية بعديها برضو. احنا ده برضو مع فريق لسه صاعد، مع فريق برضو مش من الفرق الكبيرة واللي نقدر نتكلم عنها. هنا برضو في قصاد الداخلية موقف 2-1 صريح جدا زي ما احنا شايفين، إمام عاشور واقف في نص الملعب ما بيرحلش مع الظهير اللي معاه. اللي بعده الكرة اللي بعديها نفس كوره نفس السيناريو، كوره برده 2-1 اللاعب الوسط ما بيسندش معاه. اللي بعده في ماتش اسوان 2-1 برده لاعب الوسط موجود في نص الملعب ما بيروحش يغطي معاه المساحه دي. بعد كده بعد اللي بعديها في الكوره اهي بص اللاعب دخل للعمق حمزه المسلوسي دخل معاه، طب فين لاعب الوسط اللي يستلمه منه؟ ما فيش لاعب وسط بيستلم، حمزه المسلوسي بيدخل مع الجناح بتاعه لحد العمق، ما فيش من لاعب بيسلم لاعب وهو يفضل متمركز في مكانه، لا بيخرج من مكانه فبتفضل المساحه اللي وراه، فبالزمالك بيتضرب من الاطراف. فبالتالي الزمالك كل مشاكله بالنسبه لي دفاعيا في الاطراف لان ثلاثي الوسط بيفضل ملتزم بعمق الملعب بس ما بيقومش بالتغطيه زي ما محمود قال، الجناحين ما بيقوموش بالتغطيه الدفاعيه.
هل ده بسبب تعليمات من فيريرا عشان التحولات السريعه، ولا هم تكاسل منهم ان هم ما بيرجعوش؟ لكن حتى لو تكاسل منهم، خط الوسط يقدر يرحل ويقدر يحصل تسليم وتسلم ما بين الظهير وخط الوسط للاعب لما يخش في العمق، الظهير ما يسيبش مكانه ويقدر يحل المشكله دي، خصوصا ان في زياده عدديه دايما لاعب في وسط الملعب، ان هم ثلاثه واقفين في نص الملعب، ده ما بيحصلش خالص. ومعانا اخر حاله زي ما احنا شايفين، في اثنين هنا واقفين لوحدهم، والناحيه الثانيه في لاعب فاضي خالص، مفيش اي رقابه لا من هنا ولا من هنا. ابراهيم، انا بس في ملاحظه بس على كل اللقطات اللي جابها ابراهيم، هو في تجرؤ كبير جدا على نادي الزمالك، لان احنا بنشوف فرقتين صاعدين من الدوري في ست لعيبه في مناطق نادي الزمالك، ده ما بيحصلش ليه؟ لان ده فكر فريق، لازم تضغط عشان احسن حاجه اللي انت دافع بيها انت تضغط لقدام. انا اسف، معلش، عاوز بس اقول لك على مشكله صغيره جدا. لا بسرعه معايا 10 ثواني. ماشي، لا 10 ثواني. عدم وجود باك ليفت، عدم وجود باك ليفت ممكن يعمل مشكله كبيره جدا هجوميا عند نادي الزمالك، وده اللي بان وتاثيره في الماتشين اللي فاتوا. فلازم يشوفوا حل في الاداره دي، واعتقد مفاجاه فيريرا ممكن تكون في السوبر سوري في ماتش الديربي، ان هو يرجع تاني لطريقته 3 4 3 او 3 5 غالبا هيعمل كده. ريما، انا بشكرك شكرا جزيلا. فاروق، بشكرك شكرا جزيلا. محمود، انا بشكرك شكرا جزيلا. وده كان ختام حلقتنا الممتعه جدا مع الثلاثي الرائع النهارده من رقم 10. اشوفكم يا رب على الف خير.